مرحبتين ابو كويا حبيبنا، ديك العافيه ساميه، جمعه مباركه عليك. عليكم السلام صدام. الله يلحنك، الحنك مليونيه. مرحبتين حاتم يا الطيب عثمان، اديك العافيه. مرحبتين محمد يا اديك العافيه. مساء الخير محمد يا امل محمود يا شير يا شباب، اديك العافيه يا ابو كو. خالد كسلة ديك العافية، ديك العافية. إن شاء الله. عليكم السلام أنس. شير يا شباب، شير عشان القحاطة، شير شير يا شباب، شير أنا بتهكر يومي. محمد يا أخديك العافية. مهدي رمل محمود عبد الرحمن يا محمد إسماعيل مصر الكناري. خلاصة الموضوع شارعك، بس خلاصة الموضوع اطلع شارعك. كو السلام يا مهدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية، وعجل الشفاء للجرحى اللي ما زالوا جرحى 2 و6 شهور. عندنا جرحى وعندنا مصابين وعندنا مفقودين وعندنا كل حاجة. ثورة ما اكتملت، ثورة بدت لكن ما اكتملت. طلعوا فيها قحاطة ما عندهم أخلاق، ما عندهم شرف، سرقوها. اتعشمنا خير في تجمع المهنيين، قلنا التجمع ده ناس ما بنعرفهم وما أحزاب وما عندهم علاقة بالأحزاب، يا أخنا نمشي وراهم يكونوا جزء مننا. فعلا مشينا معاهم، راح راح بيجاي خشوا بيجاي، في النهاية لقيناهم شلة بتاعت الصعاليق. لقينا التجمع المهنيين شلة بتاعت الصعاليق، ما أكثر ولا أقل. النتيجة ده اللي احنا فيه كله سبب تجمع المهنيين، شلة بتاعت ريما مي ضمير ولا عندهم وطنية. باعوا الثورة ب كل باعوا وشه، باعوا الأمور، باعوا الأحزاب، باعوا الحركات المسلحة، باعوا العمر ما عندهم اخلاق، ما عندهم شرف. والان احنا وين؟ الان احنا في نص الطريق، ولا اتحركنا ولا سنتيمتر من محلات وقفنا، بالعكس رجعنا للعصر الحجري ماشيين في السكه. صورتنا ضاعت وادخرت وانتهت. في الصفحات ده كله عباره عن طلس بتاع قحاطه متفدين. اي زول حرامي، اي زول لص، اي زول فاسد، ثورته نجحت. اي زول سارق، ثورته نجحت. اي زول عميل خاين، ثورته نجحت. اي زول تافي، ثورته نجحت. لان النجاح بالكرسي، لانه نجاح في الكرسي، نجاح في القروش اللي بيسرقوا فيها، نجاح في الوظيفه، ما نجاح في عداله، ولا نجاح في غصاص، ولا نجاح في سودان يسعى الجميع، لا، نجاح في وظيفه. اي زول بيقول لك الثوره نجحت، تعرفه حرامي. اي زول بيقول لك الثوره خلاص، تعرفه تافي وقذر. اي زول منو ما كان، ثوره ما نجحت، ثوره فشلت. والسبب نحن، لان نحن تهاوننا بثورتنا بعد ما كانت عظيمه، اديناها للطير، اديناها لحتاله البشر ورجعنا بيوتنا، قلنا ثورتنا نجحت ودارين نخلق لنا بطولات ونخلق لنا انجازات، واحنا فشلنا فشلنا فشلنا. عشان كده شارعك يوم 30 لوطنك ما ليه زول،
الآن طلعوا القحاطة نفسي مليوني السنة اللي فاتت يوم 30 نفس المشهد بالكربون. صفحات قحاطية طلعت لك منعم سليمان. سنبل السودان العميل الأرزق التافي الخنيتة الرمة ما عنده أخلاق ما عنده شرف الإنسان التافي القذر منعم سليمان. الإنسان حتالة البشر منعم سليمان ما عنده أخلاق وما عنده شرف. ده الإنسان اللي بيشتروه الرخيص. ده الإنسان التافه الرخيص. ده الإنسان القذر. قبل اليوم كان بيقول الجنجويد دي الحالة خطرة وحالة في النهاية لما جو أدو حقه صم خشمه ولبس نظيف وفاكر أنه النظافة بقميص. ليه أنت جواك إنسان قذر؟ جواك إنسان نتن يا منعم سليمان. جواك إنسان تافه. جواك إنسان منحط. جواك إنسان ما يسوى حاجة. عشان كده إحنا صورتنا ما نجحت لأنه سلغوا أمثال منعم سليمان. الآن الصورة له مصدر رزق. الصورة الآن لمنعم سليمان مصدر بتاع رزق ما أكثر ولا أقل. سبوبة بالواضح كده سبوبة بتقضي لبتة لمالي دولارات بتجيب له وظيفة بيبقى زول. الرويبضة بيبقى زول بيبقى بني آدم. الإنسان التافه النجس المخنث بيبقى زول لأنه داير بعد ما أخواننا الشهداء وباع الوطن والآن داير التمن. داير التمن يطلع في صفحة يقول لك أمريكا رفعت أمريكا رفعت الديون بنك النقد قال وفعل وكله طلص. كذب كذب كذب. نفس السواقة دي أرجع صفحة منعم السنة الفاتت والسنة قبل الفاتت نفس السواقة بتلقاها موجودة. مما تجي مليونية يطلع البوك حقه ومنعم سليمان. الإنسان الرخيص الإنسان الرخيص يطلع بصفحته بنك النقد الدولي وبنك النقد الدولي. إحنا يا منعم سليمان لما طلعنا مالي بنك نقد دولي. لو بنك النقد الدولي ادانا اي حاجه احنا دايرين احنا دايرين وطن. كرهناكم وكفرنا بكم تسقطوا بس. لو عملتوا ما عملتوا لو بتفهموا ما بتفهموا تسقطوا بس. ما دايرينكم خلاص. اديناكم زمن كافي اديناكم كل حاجه ما قصرنا معاكم. وقفنا شاهدناكم وانتم بتبيعوا في السودان قلنا العسى والعل يتغيروا. لكن الانسان التافي عمره ما يبقى زول. الانسان الرمه عمره ما يبقى بني ادم. انت انسان مطبلاتي انت انسان تافي قذر داير تغش الشارع السوداني داير تلعب بالشارع السوداني وانت فاكرني احنا زيك. انت فاكر الشعب السوداني كله انسان تافي زيك؟ لا لا والله الشعب السوداني حاشا. الشعب السوداني عمره ما كان زيك. لو كنا زيك ما كنا طلعنا ضد الكيزان ولا كنا طلعنا شوارع ولا كنا خلاص قعدنا في بيوتنا والموضوع انتهى. لكن احنا طلعنا نغير حرية سلام وعدالة. حرية سلام وعدالة خلاص. ما تجي حرية ما يجي سلام ما تجي عدالة ما في زول بيرجع. ما نجيب الراجل الإنسان الفاهم الإنسان الكفاءة يحكمنا ما بنرجع. نخلي حمدوك بعد السما للواطن. يقعد حمدوك ده بعد السما للواطن. لو بتقدر تجيب نجمة بتقدر تقعد حمدوك. لو بتقدروا تجيبوا نجمة من السما بتقدروا تقعدوا حمدوك بعد يوم 30. لكن حمدوك يغور. الجيش يغور. القيادات بتاعت الجيش الفاسده تغور. جنجويد رباطه ما نشوفهم ولا نشاهدهم. حركات مسلحه عملاء ما دايرينه. لانه ده وطن دي ما قله ادب. ده وطن ده ما نجاسه. ده وطن دي ما عماله وارتزاق. نحن وطن قلعنا من حراميه سلمنا لحراميه. فايده شنو؟ وطن شلنا من حراميه سلمنا لحراميه. وطن شلنا من ناس ما عندها اخلاق سلمنا لناس ما عندها اخلاق. الفايده شنو؟ شلنا من قاتل سلمنا لقاتل. شلنا من مجرم سلمنا لمجرم. شلنا من فاسد سلمنا لفاسد. شلنا من حرامي ادينا لحرامي. الفائده فائده صفر. نحن الشعب السوداني ما استفدنا من صورتنا حاجه. صورتنا ما نجحت ولا حققت ذره ولا في اسم صوره. الان كلها شعارات دايرين ياكلوا بها عقول الشباب انه صورتكم نجحت وصورتكم المجيده. مجيده بشنو؟ مجيدة بالنص ولا مجيدة بالشنقيط ولا مجيدة بوين؟ ما حققت حاجة. 19 ديسمبر فشلت. والسبب نحن بنحترف بأننا غلطنا. بنحترف بأننا غلطنا. نحن الشعب السوداني غلطنا في صورتنا لأننا أتمنى صورة جبنا لنا ناس ما أشبه رجال عشان يمسكونا ويسوقونا في الشوارع وإحنا عارفين أنهم نجوس ما بيتغيروا. صدقنا أنه ديل بني آدمين عشان كده صورتنا فشلت. بنحترف أنه صورتنا فشلت من الألف إلى الياء. بنحترف أن الصورة فشلت كاملة وما نجحت إلا للحرامي ما نجحت إلا للرخيص
ما نجحت إلا للتافه، ما نجحت إلا للفاسد، ما نجحت إلا للمجرم. لكن بني آدم سوداني حر ثورته فشلت، أسر الشهداء ثورتهم فشلت، الناس الحارس العدالة ثورته فشلت، الناس الدائرة سودان جديد ثورته فشلت، ناس الهامش ثورتهم فشلت، ناس معسكرات النازحين ثورتهم فشلت، اللاجئين ثورتهم فشلت. نجحت لحميدتي، نجحت لبرهان، نجحت لحمدوك، نجحت لخالد سلك الرمة التافهة الخنيتة، نجحت للإنسان الملحق، نجحت للإنسان النجس ما عنده شرف ما عنده أخلاق، الإنسان التافه. نجحت لإبراهيم الشيخ ولا ابن عرفه دشنه، رجل أعمال عنده مغلق ودكان وستة سيخات دار يبقى فينا وزير صناعة، وإحنا في بلدنا نقول ثورتنا نجحت؟ ما نجحت. إحنا ما بدلنا حاجة ولا غيرنا حاجة ولا سوينا أي حاجة ولا عملنا أي حاجة، طلعنا شوارع دمرنا بيوت، دمرنا أسر، دمرنا الفقير، خلينا الفقير يشحب، خلينا أسر باعت شرفها، خلينا أسر في السجون، خلينا أسر ماتت، خلينا شباب زي الورد الله يرحمه ونغفر له. لا جبنا لهم عدالة، لا جبنا لهم حقهم، لا جبنا حق أهلهم، لا جبنا حق زوج سوداني حر. البلد في يد ناس واطية، في يد ناس واطية ما بعرفوا حاجة اسمها وطن. أحزابهم قايمة على العمالة، أحزابهم قايمة على المحاور، أحزابهم ما عندها حاجة اسمها سودان ولا بعرفوا السودان ولا عندهم علاقة بالسودان. عشان كده نحن فشلنا بالواضح، فشلنا. عشان كده احنا فشلنا وبنقوله بالفم المليان فشلنا. ثورتنا بتاع ديسمبر طلعت فاشلة، ساي ما في اي حاجة. عندنا يوم 30 داير وطن ولا داير قلة ادب؟ وطنك في الشارع. داير تقعد تكذب؟ اقعد كذب. داير تقعد تغشوك ويلعبوا بيك؟ خلونا غشوك يلعبوا بيك. لكن انت فاشل وثورك فاشل، دمرت البلد غصبا عنك. ولا يوم القيامة السودان ده ما تقوم لقى أي متاني، لا يوم يبعثوا، والله اتفرتك مدينة مدينة، قسما بالله العظيم اتفرتك مدينة مدينة، اتفرتك ولاية ولاية، اتفرتك شارع شارع. لأننا نحن ضيعنا السودان، ضيعنا احنا، لأننا نحن عاملين نفسنا أنجزنا وعاملين نفسنا احنا فاهمين. والثورة ثورة وعي. وعي وين؟ الوعي ده اسم شنو؟ اسم فاعل ولا مفعول؟ ما فيه اسم وعي ولا كلام فارغ. احنا ضيعنا وضيعنا الوطن. الآن لا حرية لا سلام لا عدالة، الآن سجون. في منه؟ في القاتل؟ لا والله القاتل بيحكي. في الفاسد؟ لا والله الفاسد بيفصل في البدل بقروشنا. في المجرم؟ والله المجرم بقى الرئيس. في منه؟ فيها نحن ديل ذاتنا الثوار. في أخوان عباس، في أخوان كشة، في أخوان وليد، في الشعب السوداني جوا السجون، في الثوار الشرفة. لكن العطال الحرامية النجوس الناس اللي ما عندهم شرف، الناس اللي بيبيعوا في الوطن قاعدين في المناصب، الناس اللي قتلوا الشعب السوداني قاعدين في السلطة، الناس اللي عذبوا الشعب السوداني قاعدين في السلطة، الكيزان قاعدين في السلطة. ما في كوز يتحاكم، ما في كوز دخل سجن حكم متمحكمة عليه كوز بيسجن، ما في قاتل يتعلق في حبل مشنقة. الدم المادة كله سال في السودان، تمنوا كله بهنا، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. كل ذو شيء الحاج ومع السلامة، عفى الله عما سلف، عفى الله عما سلف. لا في عدالة، لا في وطن، لا في شلة بتاع الصعاليك قاعدين يسرقوا، عاملين نفسهم بني آدمين، ناس تافهة، ناس ربا، أشكال ويدي صالح، هذا المعتوه المسيلم الكذاب، هذا الإنسان التافه الخزر الذي لا يمثل إلا نفسه ولا عنده حاجة اسمها سودان جوا دمه، قائم على حزب مبني على العمالة. حزبه يا هو صدام حسين ما عنده علاقة بالسودان، هو زول عنده حزب تابع لزول من برا، ده نافع، ده إنسان عميل، ده قائم على الشحدة. سووا الحزب بتاع صدام حسين ده عشان يدعمهم زمانك صدام حسين، عشان القروش في يده كان صدام حسين. أما عملوا الحزب ده عشان يسرقوا، ما عملوا حزب فكر ولا أن أديك ليه عشان تكون عارف. ناس ويدي والصعاليق القبلي والسنهور والكلام الفارغ ده لما عملوا الاحزاب دي دايرين عشان تجيب لهم قروش، دايرين يسرقوا بيها. صدام كان مرتب وكان رئيس ورئيس حزب البعث، عملوا الحزب ده عشان ينهبوا ويسرقوا، ما عندهم فكر. ناس تافهه ساي غزاره، غزاره نحن جبناها خدناها تراصنا نحن، والنتيجه سرقوا البلد كلها ونهبوا البلد، والان بيطلعوا بيهددوا فيك بالبلد حتمشي والبلد ما يطلع والزول ده ما يسوي، والعداله بقت قصه.
والعدالة بقت شعارات، والعدالة بقت خطب رنانة، لا عدالة لا قانون لا أي حاجة. شو اللي بتاعت ناس تافهة متحكمة في البلد بدون عدالة بدون قانون بدون أي حاجة، وإحنا ماشيين في السكة نموت. ثورتنا فشلت، ما عندنا حل إلا الشارع. القحاطي ما عنده حاجة يقوله، ولا من الرجال اللي بيطلعوا يقولوا. القحاطي يخش لك في صفحة يعمل لك بلاغات يقفلها لك، لكن القحاطي ما تام مراجع. أي قحاطي منو ما كان صغير وكبير، أي قحاطي إنسان ني ما تام مراجع، إنسان تافه رمة، إنسان تافه عاطل ما عنده أخلاق ما عنده شرف، إنسان بعد ما خونا الشهداء، إنسان بعد ما الشهيد ده ما تام مراجع. وإحنا دايرين العدالة يجيب لنا ده ما بجيب لنا عدالة. عشان كده بكرة السبت أسر الشهداء عاملين يوم مفتوح في حديقة الغرشي، دايرين يخطوا الخطوط العريضة لمليونية 30 يونيو. والمرة دي أسر الشهداء غير من زمانك، وأنا بقول لك على لساني، أسر الشهداء موقفة تاني ما بتغير، حتكون معاك في الشارع. الكلام ده مني ليك، أنا ما بقول لك كلام ساي، لا كلامي اتوحد الناس كلهم. الآن أسر الشهداء لحقت الشارع وبقت مع الشارع وتسقط وبس، وبكرة الاجتماع في حديقة الغرشي. ليش نو؟ ليه وطن؟ لأن وطننا ضاع، لأننا نحن قاعدين نتفرج، لأننا نحن زلينا الشعب السوداني، لأننا نحن دمرنا الوطن، لأننا نحن بعنا وطننا، لأننا جبنا العميل الخايب. الآن وطننا السودان مسروق منهوب، ما في حاجة. عشان كده أي إنسان بيجي يقول لك والله حمدوك ده إنسان جاهل، أي إنسان دار يعمل نفسه بطبل ده إنسان تافه ما عنده قيمة، أي زول بيقول حمدوك شكرا ده إنسان تافه، ده إنسان تافه. مش جدادة، جدادة دي مرحلة متطورة. لأن الإنسان إحنا لما نجيبنا عاوزين نبني وطن، الوطن ما بيبنوه به شكرا. شكرا دي دمرت السودان، شكرا دي أذتنا جوا قلوبنا، شكرا دي ضيعت البلد من زمن ما الليلة. شكرا لأنك أنت ضعيف فكريا، شكرا لأنك أنت تافه، شكرا لأنك أنت منحط ما عندك أخلاق ما فاهم حاجة، شكرا لأنك أنت رجوس، لأنك أنت ما فاهم حاجة بس مع الناس. شكرا والله حمدوك، وحمدوك حمدوك ما عنده حاجة، حمدوك عميل، حمدوك عميل لو قعد مليون سنة مش اجتماع مغلق. نفس الاجتماع المغلق ده عملوه حسين الفاتح في اليونية، عملوه ثلاثة يوم مع ونتيجة ولا أي حاجة، ولا أي حاجة. في شباب شباب بيتذكر الله في شباب ما عندهم حاجة من الميز بيقول صفحتي أنا. ليه صفحتي؟ لأنه الكلام ده بيوجع. عشان كده شير يا شباب، شير يا شباب، ملصقات شير، لأنه بدأ يتهكر، لأنه القحطة ما عنده حاجة بالذات لينا ما بيقدروا، لأنهم مرجال، لأنهم كلهم ناتي رمم، لأنهم كلهم شو عطالة عايشين عالة على الوطن، بيسرقوا من خيراتنا والآن بيصرفون. القاعد في مزرعة قاعد، والقاعد في شركة قاعد، والقاعد برا في ملجأ قاعد، وكلهم بياكلوا من خيرنا. عطالة قاعدين مدينهم مطاعم، عطالة ما عندهم أخلاق ما عندهم شرف. شير 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 يا شباب عشان الصوت يرجع، شير، لأنهم من نمس قاعدين في الصفحة دي. ليه الصفحة دي؟ لأنه الكلام ده بيعلمه. عشان كده ما عندهم حاجة يقولوها، ما عندهم حاجة يتكلموا فيها، لازم يجي يحكروا لك. عشان كده شير شير يا شباب، شير شير يا شباب، شير يا شباب عشان الصوت يرجع، لأنه ما عندهم حاجة. القحاطي ما عنده شيء، فاكر أنه خلاص كده منعنا وما تكلمنا، حتسقط القحاطي، حتسقط والله العظيم يا حنان بنخر تسقط، قسما بالله يا حنان بنخر تسقط، لأنكم ما عندكم أخلاق، لأنكم شو اللي بتاع الزبالة، قسما بالله العظيم مكانكم الزبالة. الله يكرم السامعين، قسما بالله يا حاطة مكبي فيها مكان، قسما بالله يا حاطة ولا فيكم جول عند الله قاعدين نلفوا بفرعوبكم 20 تهجروا الصفحات، لكن ما في والله العظيم صوت نصر قصبا عنكم تهكروا صوت، لكن صوت نصر. شير شير عشان الصوت يصل، شير شير يا شباب، شير يا شباب، شير يا شباب عشان الصوت يصل، شير شير يا شباب، شير عشان الصوت يصل، شير شير يا شباب، شير يا شباب عشان الصوت يصل. لأنه القحاطة مخافوا بس لمن أنا، لأن أنا راجلهم، لأن أنا سيدهم. أي قحاطي تقول لي بس يوم خلاص ما بيتكلم، بس بيجي يهكر لي بتحت، لأنه ما في، لأنه كسر عينه، كسر عينه كلهم، ما في زور راجل قحاحيط، قسم بالله ما في زور راجل، قسما بالله ما في زور راجل، كله والله العظيم هولس داو. عشان كده بخشوا الصفحه
يعملوا فيها يهكروا، فاكرين انا خلاص بنجيب، والله ما بنجيب، والله كل يوم من ده. الصوت كده واضح يا شباب؟ الصوت واضح، الصوت واضح، الصوت واضح. شير يا شباب، شير يا شباب، الصوت واضح. شير يا شباب، شير يا شباب، الصوت واضح، الصوت واضح. والله يا قحاطة ما يكون بتخافوا أولاد البارات، ما يكون بتخافوا أولاد البارات، ما يكون بتخافوا فينا أولاد البارات، أولاد سيدة ما يكون بتخافوا، بتدافعوا عن ويجي تافي ويجي تافي من ويجي، ويجي تافي ويجي تافي منه. صلاح مناع علم ويجي تقرر من صلاح مناع، انتو ما فيكم هلا ويجي راجل، لا صلاح مناع راجل، دارين يبقوا رجال بالسلطة، دارين يبقوا رجال بالسلطة، لكن ما في سلطة بيبقوا رجال. والله هم بلكم بلدين، قسم بالله العلي العظيم، والله 30 مع الشارع، ما في زول هنا، الشارع طالع، اي زول بيطلع يطلع، اي ما عندنا زول بنرجعه، ولا في زول بنقول ما طلع، ولا في زول بيقول عليكم احنا شعب السودان، شعب السودان كلنا واحد، كلنا واحد، وقسما بالله العظيم تتبلوا، لانه ما عندكم حاجه. الان الصفحات القحاطيه بدات تشتغل، بدات تشتغل تشيط في يوم 30 يطلع، اطلع يا منعم يقول مجلس الوزراء عنده اجتماع بعد شويه يجيبوا لك قرارات تخدير، وقسما بالله الا يطلعوا يقولوا احنا استغلنا حتى ما نطلع، لو ما قدموا استغالات ما عندنا اي حاجه، لكن استغل الكون كامل الشعب السوداني، لكن غير كده احنا طالعين، ما عندنا حاجه. وقفنا لو جمعتوا 3 يوم، لو جمعتوا 100 يوم يا جحاطه، لو جمعتوا 1 مليون يوم، ما عندكم حاجة معانا، خلاص سلوا صوتوا مع السلامة في 60 داهية، لأنكم علا، لكم ما عندكم أخلاق، لأنكم عندكم خوف، لأنكم من الله. القحاطي ني باع الوطن، القحاطي رمة باع الوطن، القحاطي بعد أم أخواننا الشهداء، القحاطي ما عنده شرف ولا عنده دين، القحاطي عايش بيسرق في البلد، القحاطي عايش بيسرق بينهب بياكل في خيراتنا، والقحاطي داير استغفلنا، جايبين لنا ناس تافهة زي منعم سليمان، زي حمدوك عشان يقعدوا يطبلوا ويخلونا نحن نصدق إنه البلد ما ماشي، البلد ما ماشي. حمدوك يقدم استغالتك، الحكومة تقدم استغالتها في 60 داهية، لكن غير كده ما في حاجة بتقعدنا. والله العظيم لو الدولار بيقى بجنيه، قسما بالله لو وزعته لأي مواطن سوداني بكرة 500 شوال سكر في بيته، طالعين طالعين. ما عندنا لكم حاجة، لأنكم ما عندكم مرجال، لأنكم ما عندكم أخلاق، سلمية سلمية، بسلميتنا ما طالعين بدوشكو ولا طالعين بسلميتنا، أخطونا وبسلميتنا طالعين. الشوارع كلها تطلع، أي سوداني حر، أي سوداني حر في أي مكان في السودان اطلع، ما احنا ما بنقول لك أنت كده ولا كده، أنت شعب سوداني، أي شعب سوداني دار يطلع، الشارع مفتوح. ليه كل سوداني حر؟ الشارع مفتوح. يوم 30 ما بنعرفك انت يمين منه ولا شمال منه، انا عندي وطن، انت معاي تسقط اروح معاي يركب طوالي، انا ما عندي زول معاي الا ده كده وده كده، الماذا يطلع يقعد في بيت اهله، الماذا يطلع الدار يقل ده وده كده وده كده، السودان ده ما حق ابهات اهلكم، السودان ده حقنا كلنا. اي زول طالع سوداني يوم 30 يطلع، مرحب بكل الوان الطيف السوداني، اي انسان حر، اي انسان داري يغير يوم 30 يطلع، ما تقعد، ما في زول بيرجعك ولا تدي زول فرصه انه يرجعك. الوطن ده حقك، الوطن ده حقك انت، لما تسمح لانسان يتحكم فيك معناته انت ناقص، لما تسمح زول يتحكم فيك اطلع وما تطلع ده انت ناقص، لما زول يقول لك انت ما معناته انت ناقص. عشان كده يوم 30 شارعك، شارعك بس عشان وطنك ما عشان زول. احنا ما جربنا القحاطة، القحاطة ما عندهم حاجة، ما عندهم شيء الا هم قاعدين في غرف بيصرفوا عليهم في شنو، هاكون دي 50 الصفحة بتاعت فلان ده ما يتكلم، يجوا ناس حنانة منخرة يجوا يخشوا، لانه الناس جيعانة، ناس عطالة، ناس حنان منخرة دي العطالة سايرين، حنان منخرة دي اكبر قحاطية غزرة في التاريخ بتاع السودان، إنسانة وسخة، إنسانة غزرة، شغالة بس شنو؟ بلاغات في اللايفات، بلاغات، والله ده شغولة، والله العظيم ده شغولة، وبالدليل والثابت عندي مكالماتها كلها ورسائلها، ما عندها حاجة، عشان أنت تشوف دارين يحكموك بشنو؟ دارين يحكموك بشنو؟ بالتخوين، دارين يحكموك بالإرهاب، دارين يحكموك بالتخويف، دارين يحكموك بقلة الوعي. أي والله الكيزان طالعين، والله الكيزان عندهم 20 تلفون
الكيزان بيتصلوا من السجن. كيزان شنو؟ كيزان احنا الموال ده سمعنا 100 مرة. 100 السنة اللي فاتت نفس الكيزان ديل طلعوا ولا عملوا حاجة. ونفس بعديهم طلعوا ولا في حاجة. في النهاية انتوا دارين تفشلوها يا ويدي. وخايفين من يوم 30، واحنا بنقول لك يوم 30 الشعب السوداني كله طالع. وعلى قلب رجل واحد. أستر شو هذا؟ كل الشعب السوداني أستر شو هذا؟ معاه طالع. أبشركم معاه وبالزقاط كمان. ولف ولا دور. ولا عندنا لكم لف ولا عندنا لكم دور. بكرة يا سوداني حديقة الغرش يوم مفتوح. يوم مفتوح من الصباح. أستر شو هذا عامل يوم من الصباح لكل التروس في السودان. بكرة في حديقة الغرش يوم مفتوح وتتشهد هناك عشان ترتب المليونية عشان ترتبه عشان الناس تفهم عشان الناس تعرف تعمل شنو. الشغلة منظمة والشغلة مرتبة والشعب السوداني الآن متوحد. متوحد على شنو؟ متوحد على أنه القحاطة يغور على أنه القحاطة خلاص أديناهم زمانهم وكافي ما عنده حاجة تاني. لحمدوك أي يقول لك حمدوك بيعمل ولا حمدوك براولة لا حمدوك عميل وحمدوك خيار الكيزان الأول وحمدوك ما جزو منا ولا ابن عفو ولا عنده حاجة ليه. حمدوك إنسان قذر زي وزي أي غزارة. جداس الشعب السوداني وطلع فيه ظهر الشعب السوداني جوع الشعب السوداني خلانا نشحت خلى الشعب السوداني ما قادر يأكل. القصة ما قصة حمدوك. حمدوك ما عنده حاجة. لو كان حمدوك عنده ذرة بتاع تخلات كان قدم استغالته زمان كان سلم البلد دي ومشى غار في 60 داهية. لكن حمدوك ما عنده حاجة يقدمها ولا حيسلم البلد. ليه؟ لأنه أسياد وقال لا أقعد. لأنه ناس الأمم المتحدة اللي بدوه راتب 20,000 دولار لحمدوك قال لا أقعد ما تمشي. لأنه الأمم المتحدة قال لحمدوك أقعد لأنه دارين نقعد عشان كده حمدوك قاعد ما قاعد لك انت ما قاعد لك انت دارين أقربك حاطة اطلع يا حمدوك اطلع عود اعمل لك وقت 3 يوم نفس اللي عملوا 100 مرة حصل ما في حاجة. لو عملتوا اجتماع وطلعتين التتبين لو طلع عويدي كل ساعة تزبطوا. لو عملتوا حليتوا مشكلتكم كلها تزبطوا. ما بنسمع تزبطوا. تزبطوا كده بس كده. خلاص قروا. ما لنكم. ما لنكم حاجة. لا تطلعوا كل يوم طابوا طلعوا يوم بعمل ياتي ولين ولا لا تزبطوا. أنا ما حقك ولا حق أبهاتكم. حقنا كلنا. يا تزبطوا يا علينا وعلى عنا في الشوارع. يا تزبطوا يا منا وريكم لفي الشارع. قسما بالله العلي العظيم. ما عندنا لكم حاجة. عشان ما تقعدوا تكذبوا وتقعدوا تجيوا وامريكا قالت وامريكا قالت وديون عفوها ما في عفوها. امريكا تبعك ما لم يشيلوا منه. والكلام ده قلنا 1,000,000 مرة وفي ناس راهنوا عليه. كلها طلص بتاع الصفحات قحاطية. رفعوا الدين وما رفعوا الدين وليه بعد ما في حاجة رفعت ولا كله طلص كذب. حيدوك قروشي حيمولوا لك من بنك النقد الدولي دكر 2.5 مليار. حتوديها وين؟ حتشيلها منهم بهنا تسدد ديون بهنا. حتشيلها من بنك النقد الدولي بهنا تسدد الديون بهنا. ما في زول بيحفي لك دينه. انت قايل العالم اهبل زيك؟ انت قايل العالم ده تافه زيك يديك ويحفي لك الدين؟ انت قايل العالم ده فاتحتك اياه؟ العالم ده فايده. فيد واستفيد. انا بديك بهنا بشيل منك قدوره بهنا. محتاج بديك لكن بشيل منك طابق مضبوط. لكن ما في عالم بيقعد بالمثالية دي يديك لا ما في. ده كله كلام بتاع قحاطة رمم. ده كله كلام بتاع قحاطة ولا عنده اسلوب ولا عنده فهم ولا عنده معرفة. دارين يغشوك امريكا حتقعدوا بنك النقد الدولي وحنرفع حنسدد ديون. ديون من وين تسدد؟ حيدوك منح. المنح حيديك لا منه بنك النقد الدولي. بفائدة 2.5 مليار حيرجعوا منك 6 مليار. 6 مليار مش عشان انك يا شامن يورام يا شامن من الدم ده الحاصل عشان ما تتغش واستغفرك وامريكا داير. ما عندك حل والله. الحكومة دي ما تسقط قسما بالله السودان تمشي نرجعنا. والله الحكومة ما تسقط السودان يصل الهاوية وس احنا واصلنا. لكن الحكومة دي تستمر مش الحرب الاهلية بهناك الحرب الاهلية. لانه الحكومة دي ما فيها زول تام بني ادم. ما فيها زول عنده اخلاق. ما فيها زول عنده شرف. ما في زول بينتمي للشعب السوداني. ما في انسان عنده فكر. ما في انسان عنده حاجة عشان يبناها لنا. كلهم جايين لشنو؟ جايين للكرسي. الثورة بتاعتهم في الكرسي. نجاح الثورة بالمنصب. ثورة نجحت للغمان.
لانه بقى يخلف رجله وبقى مدير تلفزيون مع انه انسان مراسل تافه ساي غزر قحاطي غزر ساي تافه رمه مراسل بتاع بقى مدير تلفزيون يخلف الرجل. ما دي العقده، دي العقده جوا الراس. نجحت لفيصل المراسل بتاع الكيزان زماني، نجحت لويدي العاطل الرمه، نجحت لصلاح مناع شريك صلاح قوش. صلاح مناع قاعد في الامارات انسان بس زي ما تقول الرقوز بتاع صلاح قوش، نجحت للرمم دي، لكن احنا ما شفنا ثوره. كاننا ثورتنا ضاعت من اول يوم وانتهت. الان احنا دايرين نجيب وطننا ونبقى فعلا رجال، دايرين نطلع نجيب بلدنا ونجيب ثورتنا تاني، دايرين نجيب الحاجه اللي بنحلم بيها، دايرين نجيب الوطن اللي احنا بنحلم به ان احنا طلعنا له. لكن نقعد نكذب على بعض ثورتنا نجحت وكانت ما عندنا ثوره. احنا عندنا جثث للان ما اتدفنت، عندنا جثث للان ما اتدفنت، قاعده في المشارح للان ريحتها عفنت، ريحتها بقت معفنه. شهيد مات انك انت في وطنك، لو ثورته نجحت ما كان اتدفن وخدته في المسؤوليه، ما كان اتدفن بسلام جمهوري، وين ريحته معفنه مش شمه. ثورتك نجحت، ثورتك نجحت حرامي، الثورة نجحت ده فاسد، الثورة نجحت ده مجرم، الثورة نجحت ده وضبارات. لكن الشعب السوداني الآن، الشعب السوداني شعب السوداني ما لاقي ياكل، الشعب السوداني ما لاقي عالم، الشعب السوداني ما لاقي تعليم، حتى تعليم خلاص مشينا برا التعليم العالمي. السنة بتاعنا 3 شهور، سنتنا التعليم تدخل ولدك هنا التعليم 3 شهور يتخرج من السنة، ما بيتخرج ما فاهم حاجة بس بيشيلوا منه قروش. تمشي عشان مستشفى ما عندك قروش ما في، بتموت، كل حاجه في السماء. ليه؟ لانه ثورتنا فشلت، لاننا نحن طلعنا عشان حياه كريمه، جبنا ناس ما رجال، جبنا لنا ناس هدفهم كرسي كريم، جبنا ناس دايره مناصب، جبنا ناس ما عندها اخلاق ما عندها شرف، جبنا ناس ما عندها فكر، جبنا ناس بتعرف تشحت لكن ما بتعرف تبني، جبنا ناس سرقت الوطن قبل اليوم وتاني حتيجي تسرق، ما جبنا ناس نزيهه. بيحكمنا منو؟ نفس الزول بيحكمنا برهان حميدتي. ديل بيجنوا ملائكه الان اللي بيدافعوا لك، بيقول لك كم الساعه ويدي، بيقول لك ده هاي ودارين يعملوا فتنه بين الجيش. الان بقى جيش يا ويدي، الان بقى برهان الجيش، حميدتي بقى الجيش يا تافه يا قذر يا رمه يا مسلم الكذاب. الان الجنجويد بقى جيش يا رمه يا تافه يا قذر. الان الجنجويد بقى جيش. ده المرجالك عشان كده بقول لانك مكسور، عشان كده بتقول ده ليش، لانك ما تام راجل، لانك خنيت. لو شافوك ناس الشهيد وليد والشهيد وصي قسما بالله ما كانوا طلعوا عشان زيك يقعد في سلطه. يقول لك ثورتك ما نجحت، ثورتك ما نجحت، ثورتك ضيعت البلد وضيعت الشعب وضيعت سودان. هي توزعت الان، بدات خلاص الانقسام، بدات الحكم الذاتي لليمين وجنوب كردفان خلاص البدايه، والجاي اسوء واسوء واسوء. والسبب انا وانت، السبب انا وانت، بعنا البلد وضيعناه، جبنا الناس اللي ما عندهم وطن، جبنا الناس المشبوهين، جبنا الناس البايعين من زمان كلام بيسدد في الباعو زماني، جبنا الناس اللي عليها قضايا بتاع الجرام اللي ممكن يضغطون يشيلوا منه الوطن، جبنا الناس اللي ما ممكن يبنك الوطن اليوم لانه ما شرفة. احنا لو جبنا زول شريف المجتمع الدولي ما داير منه حاجه والله طالب منه حاجه، السودان ده كان مشى وكان عبر. لكن جبنا ناس سارقه مجرمه قاتله مطلوبه، مطلوبه، المطلوب للعداله مطلوب. اللي كانوا بيعلفوا فيه، اللي كانوا باكلوا فيه، اللي كانوا من ديل انتهوا، باعوا انتهوا. عشان كده الوطن الان كسيح. ليه؟ ثوره عظيمه مفروض نعبر، ثوره عظيمه مفروض كنا عبرنا، لكن ما بنعبر لانه القاعدين كلهم مطالبين. المطالب قروش مطالب، المطالب حاجات مطالب، المطالب اتفاقيات من زمانك موقع على قبل ما يحصل اي حاجه. سيداو دي وقعوا على قبل شوفيته من زمانك، احنا حنقف معاكم حندعمكم على اساس انه سقطوا النظام، لكن بعدين اتفاق سيداو ده اول حاجه تعملوها لنا، حاضر معانا. الكلام ده حاصل، قروش اخذوها من الامارات ومن غير الامارات، الان سددوا فيها الوطن من الفشقه، من البترول، من اليورانيوم، من الغار. سياده السودان دي قروش استلموها، بدوها لهم شنو؟ بدوها لهم قرارات.
بدوها لهم قرارات، بدوها لهم قرارات الفشقة، يدون كل حاجة. وإحنا قاعدين نقول وطننا ما بيكبر. لو جبنا ناس شرف عندهم أخلاق، ناس وطنية، ناس ما مطلوبة، ناس ما عندها انتماء لبرا، ناس انتماء للوطن السودان، كان عبرنا برانا. لكن جبنا ناس كلها عندها برهان مطلوب للعدالة الدولية، حميدتي مطلوب للعدالة الدولية، كباشي مطلوب للعدالة الدولية، امسك ناس حمدوك، ناس حمدوك ده شغل منظمات، زول كان في منظمة وجزء من المنظمة للآن وبيصرف للآن من المنظمة، للآن بيصرف من نفس المنظمة تحت الأمم المتحدة. جبنا ناس عندها أخلاق، ما عندها حاجة تقدمها لك. جبنا ناس باعت الوطن من يوم سقطت، يوم 11 أبريل ساف خالد سلك، يوم 14 مشى وين؟ ما مشى مكة ولا مشى جدة نعمل العمرة ولا مشى مكة، لا لا مشى الأمارات، مش استلم من هناك يوم 14، مش استلموا جمعة والحركات المسلحة بهناك اللسع على الرقوزات العاملين نفسهم رفغاء الكفاح المسلح، ودي ده كله طلص كذب. ديل دارين كرسي، ما عندهم رفغاء سلاح ولا عندهم مشروع وطني ولا عندهم قضية وطنية ولا عندهم حاجة في راسهم. راسهم جوا عبارة عن عمالة وارتزاق، عبارة عن كراسي بفتشوا للكرسي. يعني قصة احنا طالعين عشان مشروع وطني وكذب بتاع ياسر عرمان، ديل اقدب ناس الله خلقهم، ديل شو اللي بتاع الصعاليك، ديل المشكلة يا هو بتاعت السودان في الصعاليك، ديل مشكلتنا نحن في السودان في الناس، ديل ما عندنا مشكلة يا هون الناس، ديل ديل الناس ديل بس دارين كرسي، حكموا مع الكيزان ويحكموا تاني لو كيزان يحكموا معهم ويحكموا مع الشباب بس عشان كرسي، من ده حكم مع الكيزان وقعد مع الكيزان لما لقى الامر كبير هبره ومشى ادوه في يد فايده واحد ملايين شاله وهبر بيها مشى اشترى سيارات. وكان نجي نقول البلد حتمش ونقعد نتبكى وصورتنا صورتنا ضاعت، صورتنا ضاعت وضيعت الوطن وضيعنا كل حاجه. واحنا قاعدين نتفرج الان القحاطه الطايرين يقعدوا فيها، يقعدوا بشنو؟ بالعلم؟ لا لا والله. بالكفاه؟ لا لا والله. بشنو؟ بالتخويف. دارين يقعدوا بالانحطاط بالغزاره، داري يقولوا بغزارة والله. احنا شوف احنا همنا عدالة، لو اكتبوا طلع قتل اشنقوه فيه، لكن انتوا ذاتكم انتوا ما عندكم حاجة تحكموا بها، انتوا ذاتكم في نفسكم ما نظيفين، انتوا ذاتكم دارين الزول اللي بحاكمكم، انتوا ذاتكم دارين الزول اللي بيغيم عليكم الحد، انتوا ذاتكم دارين الناس ترفعكم المشانك، انتوا ذاتكم ناس واطية ما عندكم اخلاق، ناس ما حكومة ما نظيفة، حكومة ما فيها زول نظيف ولا شريف، كلها حكومة باي عليه برا. كلام ده ما كلام أنا، ده كلام حمدوك وكلام عائشة موسى، قالت الكلام ده قبل حمدوك، عائشة قالته قبل حمدوك، قالت الحكومة شغالة لي برا وحمدوك جا قال شغالين لي برا، يعني انتوا عملاء. كلام ده ما كلامنا نحنا، ده كلام حمدوك وكلام عائشة موسى، قال انتوا عملاء، معناته انتوا عملاء، انتوا عملاء، انتوا ما حكومة بتاعت وطن، انتوا ناس تافهة، انتوا ناس غزيرة، انتوا ناس دمرتوا الوطن، انتوا ناس ما عندكم دين ولا ايمان، شو اللي بتاعت ناس عطالة ما عندكم فهم ولا عندكم مخ، جايين تسرقوا الوطن. كلام ده ما كلامنا نحن، ده كلامكم انتوا، كلام حمدوك وكلام عايشة موسى وكلام ناس كثيرين، قال انتوا بتبيعوا ليه برا، بتبيعوا وداريننا نحن. اي امريكا رفعت الدعم احنا خلاص نقعد، اي الحكومة تمشي، شكرا حمدوك، حمدوك اللي بيقول شكرا ده ما تم راجل، اي زوز يقول شكرا حمدوك ده انسان تافه، منو ما كان ما يسوى، طالما كتب شكرا ده انسان غزر. اي زول مفتوحه، مفتوحه لاي رمه، اي رمه بيكتب ساي ده انسان جاهل، انسان تافه، انسان ما عنده عقل، انسان تافه رمه، منو ما كان اي زول، لانه حمدوك ما قدم حاجه. واحنا السودان لما طلعنا ما بنعرف حمدوك، لما الناس ماشيه في الشوارع ما بنعرف حمدوك ده منو، ولا في زول بيعرفه، لما قام تصور ما في زول عارفه. حمدوك جود فرين ثلاثة دخلوا بين الناس، عايز حمدوك حمدوك ده منو، خبير اقتصادي عمد باب، جينا لما جينا دخلنا زيمبابوي جينا كسب طوبه، جينا زيمبابوي ما فرتك طوبه وسبب فشلوك حمدوك، هذا فاشل حمدوك، هذا اللسان الفاشل حمدوك، حمدوك فاشل، وبعد 100 سنة حمدوك فاشل وما عنده حاجة في مخه، والناس اللي بتطبل دي ناس تافهة. أي زول، ما احنا ما بنحدد أي زول، لأنه ده وطن. لما نكون بيت أبهات أهلكم جيبوا حمدوك في بيتكم خلي ابني ليكم، لما نكون الوطن حقكم ورثة في العيلة جيبوا ليكم، لكن ده حق شعب السودان.
احنا الشعب السوداني طالما الشعب السوداني جيعان، طالما الشعب السوداني ما قادر ياكل، طالما الشعب السوداني ما قادر يسكن، طالما الشعب السوداني ما قادر يعمل حاجه، معناته حمدوك فاشل. هل الشعب السوداني ياكل كذب؟ هل الشعب السوداني ياكل ويشرب كذب بتاع حمدوك؟ كهرباء بقت ما في كهرباء، احنا ما دايرين رفاهيه، لا طلعنا ثوره عشان فلل، لا طلعنا ثوره عشان عمارات، لا طلعنا عشان نعيش رفاهيه، دايرين ناكل ناكل ونشرب ونتعالج، ما دايرين حاجه. دي ما قدرتوا عليها، حتوفروا لنا سودان جديد؟ والله انتوا في نفسكم ما توفروا لنا نفسكم. انتوا ما فيكم حاجه تقدموها سودان جديد ولا غير سودان جديد؟ سودان جديد بمنو بعميل؟ عميل منو اللي بيعمل سودان جديد؟ كده ابني نفسك من العماله والارتزاق والنتانه اللي انتوا فيها. ابنوا نفسكم اول من الخزاره والتفاهه والنتانه اللي انتوا فيها. تعالوا ابنونا نحن بعدين وطن، وطن ما بيبني عميل، لانه الوطن بيبنوا بالاخلاق والعداله، والعميل ما عنده اخلاق ولا بيعرفها. ما في عميل باع وطنه عنده اخلاق، ما في عميل بيقبض اجر من برا راتب من برا ده عنده اخلاق، ما في عميل بيبيع في بلده ده عنده اخلاق، ما في وطن بيبنوا بقله الادب والسفاهه والنتانه، ما في وطن بيبنوا بالحقد والكراهيه، ما في دخلتوا جوانا الحقد والكراهيه انتوا. لو قامت حرب اهليه والله السبب انتوا، لو الليله في موت قام في السودان، الليله حصل تفجيرات والغيامه قامت السبب انتوا، لانه الخطاب بتاعكم جبتوا الخطاب بتاع الكراهية وشلتوا العدالة وجمدتوا نشاط العدالة. عدالة ما في، جبتوا بدل شنو خطاب بتاع كراهية، سيصرخون وسيعملون، والعدالة خليتوها في الدوالي، وجايين تكذب على السودان وتقولوا البلد ماشي لحرب أهلية، ما انتوا السبب، السبب انتوا، السبب انتوا، لأنكم ما عندكم فكر، لأنكم ما عندكم حاجة، لأنه ما عارفين العدالة. لو كنتوا عارفين خليتوا العدالة تاخذ مجراه، ما في زول كان زعل ولا في حاجه كانت حصلت وكان السودان مشى. لكن انتم ما دايرين العداله، لانكم حتحاسبوا بها، لانه العداله دي حنحاسبكم بها، عشان كده انتم ما دايرين عداله. الان دايرين تعدوها صراخ، وسنعمل وسنحاسب، ما في حساب كده. احنا دوله محترمه، ما محترمه، ما في دوله محترمه فيها كلام، وفي دوله محترمه الغاتي اللي مش العداله. انتوا يعني ما شايفين حميتي ده قتل؟ ما شايفين برهان ده قاتل؟ ما شايفين الجنجوي ده القتلة؟ اللي بيقتلوا الناس ورموهم في النيل، ما شايفينهم يا ناس؟ ودي شايفينهم، لكن انتوا ما وين هو يدي الراجل اللي بيمشي يقول لحميتي وبطب لحميتي وبيطقطق لها صابعينه؟ بيطقطق لحميتي صابعينه وبيقول لها خالد جيب لنا بلد؟ زول زي ده بجيب لنا حاجه؟ ما بجيب لنا حاجه، دارين يسوقوا بالعواطف. سودان مشكلة من 56 عواطف. الناس تقوم بالعواطف وبالكذب. احنا ود الحله راح صوت لحزب الامه، راح صوت للاتحاد، ما هنا احسن ساقونا كده لما البلد يتدمر. الكلام ده ما كلام عسكر براوي يجيك ويقول لك العسكر دمر السودان، قسما بالله ما في عسكر دمر السودان. قسما بالله العلي العظيم ما في عسكر دمر السودان، أدمر السودان الاحزاب دي. العسكر ده قسما بالله ما دمر السودان، البناو العسكر في السودان ما بنوا خناية الرمم، الاحزاب دي كلها جيبه كلها جيب لها مشروع مزيره في السودان، ما عندهم مشروع بتاع مزيره للاحزاب دي كلها في السودان، قسما بالله ما عملوا. جيب الحاجه اللي عملوها العسكر كلهم من نميري، عبود داك ما زيه واحد سلموه، لا عبود داك ما نافع، لكن اللي عملوه العسكر الاحزاب دي ما عملته. ما يستسمع الكلام والعسكر وحكم والبلد ما تطورت، البلد ما تطورت لاننا عندنا نخب سياسيه فاسده. البلد ما تطورت ولا تقدمت لانه عندنا نخب سياسيه فاقده الديمقراطيه. البلد ما تطورت لاننا عندنا عاهات في السودان، ناس مريضين بالمناصب. عندنا حتاله بشر، عندنا رمم. عندنا رمم في السودان، عشان كده السودان ما تطور. ما قصه عسكر ماسك سلطه ولا عسكر، العسكر ده بشيلوا للانقلاب بيمشوا ودوا له اقليبه، اقليبه يخليها ولا اقليبه بقليبه؟ ده ما عنده في البند الامن القومي. في النهايه لما نمشوا عرضوا له الاحزاب دي ذاتها، الاحزاب دي ذاتها تعرضت على اقليبه، ما بقليبه بقليبه. 89 قسما بالله الصادق المهدي سلم لك كيزان 89، والخطابات فيه موجوده والمراسلات فيه، وخلوه طلع بالمطر جايين يكذبوا، وانقلاب وانقلاب، ما في انقلاب ولا في حاجه سلمها عديد. زي ما عبد الله خليل سلمها لعبود هو سلمها لك كيزان، وجايين نسى الاحزاب، نفس الاحزاب ونفس النجاسه ونفس التفاهه ونفس الانحدار، جايين دمر السودان الان، دمر السودان وجوعوا الناس، وجايين عن الحق وعن الشرف، وانتوا زي الكيزان واحد. ما حكيتوا معاهم في برلاناتهم كلهم قاعدين مركز،
بتدوا مع كيلان وسفروهم بقروش من الكيزان وبتقعدوا معهم في اي مناسبه حقت كوز قاعدين معهم. طيرانكم اللي بتسافروا ببرا على الكيزان، مصاريفكم بتاعت البنزين على الكيزان، والان دارين تبقوا رجال وكذب ونفاق، والله ما فيكم زول نافع، كلكم واحد واحد، نفس الكوز نفس اللي غير، ولا فيكم زول يتبدل، وجايين تحكوا بالاخلاق وبالشرف، وجايين تتكلموا عن السودان الجديد، سودان جديد بيبني منه؟ بيبني ويدي؟ وكان اللي بني نفسه اللي بقى راجل، اللي بقى راجل ده تتغطى بالتمكين التمكين وصوته شاغلتها تشري، الله ينبلوا بيتها تشروا، قسما بالله ينبلوا بيتها تشروا، هو لو راجل اللي يطلع يوم 30. انت ما قلت انت صور راجل، تعال اطلع مع الشارع وتعال خبر الحدود في زرقاء الرجال، لكن قسما بالله ما فيك نقطه راجل، تقضي هنا وتستغلها، عامل نفسك خلاص بخطر شو اللي شوف لك شغله يا عاطل يا سفيه يا مسيل الكذاب، ما انت حاجه اكلتوا قروشنا فصلتوها بدل شلتوها فيلا عملتوا لكم جنترات عملتوا صفوة عملتوا تطلوا ولا شفت نزل التمكين ولا كان فارغ كل طلص في طلص في طلص خيرتكم عينتوا اولاد اخواتكم عينتوا ناس معاكم في الحزب جبتوا عطاله بتاع عين السيجه دخلتوه وجايين تتكلموا بالشرف وعاملين نفسكم رجال ما فيكم راجل ولا حتى ابن وطن عشان احنا نديكم ما في وطن بيتبني بيكم انتم عشان كده احنا يوم 30 طالعين لو وسع ليله السودان بالليل بيجي جنه وقمنا من الصباح لقينا السودان كله بيجي جنه وفيلا الرئاسيه وي زول الدوفيلا طالعين لاننا احنا كفرنا بيكم انتم لاننا احنا دارين نبني السودان صح بالرجاله بالرجاله بالسلميه بكل حاجه بنجيبه وبنجيبه بنجيبه بنجيبه عاملين نفسكم الرجال تعالوا الشوارع بنشيلوا منكم غصبا عنا فاكرين نفسكم بقبضنا 20 تلفون مع هناك في السجن وقبضنا 30 تلفون خلاص احنا صدقنا الكوز اللي يطلع ذاته ليه ما يطلع الكوز ما انا مسؤول كوز السودان ما يطلع طالما ما حكمتوا ولا غمتوا عليه الحد يطلع برا الشارع يطلع الناس عارف ما انتوا تغيرونا واستغلتوا الناس اللي كانوا في الشوارع وطلعتوا بيهم الان وقبضتوهم الان في سجون اللي يطلع اي زود يطلع شارع بنستغل اي زول اي زول على يطلع شارع يطلع لكن انتوا والله بيناتنا ما غسل يوم الدين ما تنتهي والسبب انتوا الجوان لكم والله يوم الدين ما ينتهي والسبب انتوا لو قامت حرب اهليه السبب انتوا لو قامت السبب تكون انتوا قدمتوا خطاب الكراهيه ده قدمتوا انتوا للشارع السوداني ما قدمتوا عداله لو كنتوا قدمتوا عداله وقدموا قانون البلد دي كانت مشت وعبرت لو قدمتوا القانون وخطاب العداله كنا عبرنا ولا محتاج لكن عملتوه حقدي وكراهيه ونفاق وطلص وكذب عشان تبرروا فشلكم. كل ما تفشلوا الدوله العميقه. كل ما تقدروا تعملوا حاجه الدوله العميقه. كل ما تجي حاجه الناس تطلع الدوله العميقه. كل ما يزالوكم حقنا وين الدوله العميقه؟ كل ما يزالوكم الدوله العميقه بقت فزاع. ما عندكم حاجه غيرها، هسه اي حاجه يزالوكم لان الاقتصاد انتهى الدوله العميقه. الدولار ليه طار السما الدوله العميقه. المواطن اللي يجع الدولة مع انه ما في دولة عميقة ولا دولة ما عميقة دي سياسات عملها هذا العميل حمده وانتوا موافقين عليها يعني ما قصة دولة عميقة ولا في كوز شايل قلم ولا في كوز مشى النقد الدولي ولا في كوز جي عمل السياسات دي الكوز لما كان ده يعملها 2013 الشعب السوداني طلع وانتوا كنتوا جزء رافضين السياسات دي ليش معنى السياسات دي حل عنه زمان قبل معناته انتوا ناس ما عندكم انتوا ناس ما عندكم مبدا انتوا ناس تبع المناصب تبع كروشكم ودارين تعملوا فيها نزيهين وشريفين وين الشرف وين الشرف وين شرف شنو بتعرفوا انتوا يا شلة العطالة الناس اللي ما عندها اخلاق ودارين تحكمونا ما فيكم 30 يونيو صورتك في الشارع عشان وطن لو بعتها والله دكتاتورية اسوأ من الكيزة والله اللي بيقتلك في الشارع ما تعرفوا كتلك منهم دولة بتتبني بالخطاب الكراهية والعدالة بتقوية فيها دي ما دولة محترمة دولة فيها 500 جيش دي ما دولة محترمة دولة فيها حميتي قاعد نائب رئيس ما سودان ولا سودان يسعى الجميع سودان يسعى الجنجويد ده سودان يسعى الجنجويد لكن ما يسعى الجميع حميتي ما عنده إلا القتل حميتي ما يملك لنا إلا القتل والدمار والموت لا عنده دور وطني ولا كذب بتاع ويجي يمكن دور وطني ده سوى لي ويجي براهم في مكان ما لكن لنا احنا الشعب السوداني حميتي ما قدم لنا دور وطني ولا بنعرفه
الدور الوطني اللي قدمه يا ويدي شنو حمت؟ هل كتلوا هل انه صف التروس اللي كانوا في القياده قاعدين في الاحتصام وكتلوا الرماء ده دور وطني؟ ام انه قتلنا دارفور؟ ام انه اغتصب الحراير الفلة؟ ما عنده دور وطني، لكن لانك انت يا ويدي تافي، لانك انت يا ويدي رمة، لانك انت يا ويدي خنيتة، عشان كده شايفوا راجلك، شايفوا راجلك وبتتكلم. احنا ما قروش، القروش هينا بتجي، لكن الاخلاق ما بتجي. القروش بتاعت الكيزان بيجيب الزول واحد ممكن في السودان وفي غرفة يجيب القروش بالكيزان بغرارة، لكن الاخلاق الناس بتبيع اخلاقها وشرفها ومبادئها، الناس العاملة فيه رجال، الناس اللي بتتكلم باسم الوطن وهون رويج بضمات امين بني ادم، الناس حتالة البشر الرمى ما عندكم حاجة. مما الان لنا 600 شهر كله طلع ما اديتونا حاجة، صح كده احنا مشينا وراكم اديتونا اي حاجة وعدتونا بها ما 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 وفيت. ما وفيتوا لنا حاجة، خليه حنعبر، خليه حنمش، خليه الحاجات اللي في يدنا ما عملتوها، الاعداد محتاج الرجال ما عملته. الاتي اللي عارفين الفضل الاحتضان ما في زول اي زول في السودان عارف الفضل الاحتصام منه. امسك من اصغر سوداني لاعلى سوداني يزال يقول له الفضل الاحتصام، بيقول لك والله كباشي قال كده 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 محترف، دي ما دايره الا الناس رجال، انتوا قمتوا بالرجال عملتوا الحاجه دي، والله ما فيكم راجل بيطالب بعداله، لانكم انتوا وقحتوا معاهم في فضل الاحتصام، لانكم انتوا جزء من فضل الاحتصام، لانكم انتوا جزء من القتل، لانكم انتوا اتصلتوا على ناسكم في فضل الاعتصام، ناس محمد ربيع اطلعوا ما تقعدوا الليل، اطلعوا بالليل ما تقعدوا في فضل الاعتصام، عارفين السودان كله عارف الاتصال بتاع التلفون وما في زول ما عارفه، معناته انتوا عارفين فضل الاعتصام، معناته انتوا مشاركين في الموت، معناته انتوا جزء من الموت. معقول احنا نامنكم على السودان تحكمونا ليه؟ معناته احنا ذاتنا كيزان واحنا جنجويد. اي شعب يرضى انكم تكونوا جزء وحميدتي يكون جزء، معناته احنا ذاتنا كيزان، معناته الشعب السوداني اي زول بقوس، اي زول بيطالب انه حميدتي يكون موجود وعنده دور ده قوس، لانه حميدتي ما صنعنا نحن ولا صنعته الصورة ولا جزء منا. اي زول بيقول حميدتي جزء من الصورة ده انسان تافه، ده انسان نيتي ما عنده اخلاق ما عنده شرف، حميدتي عمره ما عنده جزء من الصورة ولا بعد الصورة، حميدتي حافظ على نفسه. لما شاف حميدتي الشعب السوداني في الشوارع اختار الحصان الكذبان، لو وقف على الكيزان كان يتبلى في يوم، لو اليوم ذاك يتبلى ده يطلع في جريمة، مشى وين؟ رهن على الشعب السوداني، معناته ما وقف معانا، داير ينغز نفسه، داير ينغز نفسه هو من قبل المشى، عشان كده عمل نسوق مع الشعب، وين وقف مع الشعب؟ 8 رمضان اللي شايلين بيكتلوا الشعب السوداني ذيل منه؟ 29 رمضان الناس بيكتلوا في الشعب السوداني وقال احنا نعمل طريق طيعنا ناس دارفور يطيقوني ديل منو؟ الناس اللي نزلوا عليه ابونا الكبير في الشارع وجلدوه بالتاتشه ديل منو؟ الناس اللي كانوا بيتكلموا مع الشهيد وليد في المزاد لما قال لهم انتوا اشتغلوا شغلكم احنا ديل منو؟ الزول اللي طلع قال لنا الخرطوم لو استمر الاحتصام فيها ثلاثه يوم ايام الاحتصام الثلاثه دي ما بيقعد فيها ده منو؟ ده ما حميدتي. معناته القاتل منو؟ معناته حميدتي، معناته ناس ويدي قاتل مجرمين متواطئين مع القاتل، معناته قتل، معناته قتل مجرمين، معناته حمدوك قاتل، ويدي قاتل، كل القحاطه ديل قتله. ما تجي تطالب بعداله منقوصه من زول وانت عينك للناس كن. العسكري قاتل، المدني قاتل، لانه ما ممكن انا اقعد اقول طبل لحكومه حمدوك، اقعد اطبل لحمدوك، لا حمدوك بيطبل لحميدتي، طالما انت بتطبل لحمدوك معناته انت بتطبل لحميدتي، طالما انت بتصفق لحمدوك معناته بتصفق لحميدتي، ده الحاصل. جاي انت شيلوا لنا هاي والله العظيم والله لا حميدتي قاتل، اي قحاطي ما عنده اخلاق ما عنده شرف اعرف حميدتي قاتل، لو دارين تمشوا فينا وتعملوا لكم صفحات وجنجويد رباطه والله بتموتوا قسما بالله العظيم، والله بنبل لكم يوم 30. عشان كده يا شعب يا سودان الشغله كلها تمثيليه في مسرحيه في المبايخ، لا في صورة لا في حاجة، صورة فشلت وانتهت، طلعوا فيها القحاطة النجوس أولاد البارات، القحاطة العطالة اللي ما عندهم أخلاق، القحاطة اللي ما عندهم شرف، القحاطة اللي قتلوا أخواننا، القحاطة اللي فضوا الاحتصام. أنا ما بزال عسكري، أنا بزال زولي عسكري ما بزال، أنا بزال الناس اللي كانوا بيمثلوني ديل، يا هم فضوا الاحتصام ديل اللي لدوا العسكر الأوكي قال لهم مش فضوا الاحتصام،
عسكر ما فضل اتصام برا ولا بحاسب برا، لازم ناس عمر الدقير، لازم بنت المهدي، لازم يا البلد تمشي لإن شاء الله تقوم مش حرب أهلية بهناك للحرب الأهلية. إحنا لو دارين وطن ودارين عدالة، لكن إحنا دارين نقعد نطبل ونغش في نفسنا. شكرا حمدوك، شكرا حمدوك معناته شكرا حميدتي، شكرا حمدوك معناته شكرا حميدتي، شكرا حمدوك معناته شكرا البرهان، لأنه حمدوك بيقول البو حميدتي الدعم السريع قدم، الدعم السريع ما قدم دور وطني. جيب الحاجات اللي قدمها لنا يا حمدوك عشان نعرف الدور اللي قدمه الدعم السريع شنو في الوطن، ما قدم حاجة. الدور اللي قدمه كان اليد بتحت الكيزان، كان اليد اللي بتقتل في دارفور، كان اليد اللي بتنهب في دارفور، كان الزول اللي بيسرق في الذهب حقنا، كان اللي بيشيل في خيراتنا، كان اللي بيدمر في وطننا، كان اللي بيهجر في الناس، كان اللي بيقتل في الناس. ده مدينة حاجة نقدمها ولا ما قدم حاجة دعم سريع قوي. الدعم السريع قدم حاجة والحاجة قدم حاجة. ما عندنا حاجة قدم الدعم السريع ما دارينه في جيش ولا دارينه يندمج مع جيش ولا مستحيل نخلي جنجويد يخش جوا الجيش السوداني. إذا الجيش السوداني جنجويد معناته يتفرتك. جنجويد يتفرتك وطوبة طوبة. جنجويد المحاكم. جنجويد ما بمثلون عليهم الله. جنجويد يا قاتل المجرم الفاسد ما في حاجه اسمها جنجويد عمل جنجويد لا ما كلام زين. عشان تكون عارف يا مواطن دارين يسوقوك تيجي في النهايه ترجع شنو؟ خياتك تكون جنجويد. تقول هاي ترضى بانه حميدتي والله يقدم وحميدتي ودارين انه كانه حميدتي والله وقف حميدتي ما وقف معانا ولا عمل لنا حاجه ولا سوى لنا حاجه حميدتي نهائي ما عمل حاجه ولا سوى حاجه حميدتي ما سوى حاجه حميدتي ما سوى حاجه للوطن ولا عمل حاجه للوطن بالعكس حميدتي زيه وزي اي جنجويد يا هو الجنجويد الرباطه الفضل الاعتصام الكتل واخوان عشان ما يجوك يشكروا لك جوجي يشكر معناته انت لو رضيت بالكلام ده معناته انت بتشكر في حميدتي ثاني ما تتكلم عن عسكر ومع عسكر وما تجي تقول تسقط ما في حاجه اسمها تسقط عشان كده القاتل معروف المجرم معروف الفاسد معروف الان الجنجويدي وحمدوكي والقحاطي واحد والثلاثه واحد يا هو بيدافعوا لبعض تلقى واحد مما تبينه يقول شكرا حمدو ده تعرفه جنجويدي يا حمدوك واحد عشان كده وطنك اطلع لوطنك الان الشعب السوداني متوحد الان كلنا على قلب رجل واحد دايرين شنو دايرين وطن ينجب وطننا يا علينا وعلى عدانا لكن نقعد نجامل ونقعد نقعد ننتظر ونقعد نقول وطننا بيجي ما بيجي وطننا ما بيجي وطننا ما بيجي لانه الان دارين يدخلوا لك في النهايه الدعم السريع يدخلوا لك وين؟ يدخلوا لك الجيش ولو دخل الدعم السريع الجيش اقنع على السودان اقنع على السودان ليوم القيامه لانه الدعم السريع ما جيش بتاع دوله القيادات حقت الدعم السريع كلها من قبيله واحده ومن بيت واحد ومن شارع واحد وحتى ما مؤهلين انه يلبسوا شرف الدولة السودانية ناس كلهم عندهم جرائم قاعدين فيها ناس كلهم قتلوا وعملوا يعني نعمل ده عشان هاي الدعم السريع عشان احنا نقول هاي بيقول انا بيجوا دعم سريع دعم سريع يسرح بس دعم سريع يسرح ويتحاسب بس مسلحة برغم عللها برغم كل فيها لكن هي مؤسسة سودانية هي مؤسسة سودانية يا اخو خرجت حامد خرجت محمد صديق خرجت ود المنسي خرجت شرفاء الجيش لكنهم ما دخلونا دعم سريع لا لا ما بندخل دعم سريع ولا غيام 30 يونيو يا وطننا يا علينا وعلى عدنا لكن ما تهاون بوطنك انت داير وطن 30 يونيو وطنك في الشارع ما تسمع الطلس وتسمع القحاط القحاط الان ما عنده عداله ولا داير عداله ولا داير اسر شهداء داير كرسي داير رزق داير ينحب لا شغل لك بعدالة لا شغل لك بحدي بالعكس حميت جزء منه معناته الكتل منه كتل بعد شويه كنت بيطلع لك زول القاتل والزول يجيبوا لك عدو وهمي يقول لك ديل الفلول بتاعت الكيزان فضل الاعتصام يقول لك ديل الفلول حقين الكيزان العمل ديل الفلول حقين حميدتي يطلعوا لك خلاص شريف الرض ليه؟ لانه سيدهم وراجلهم لانه ما فيهم راجل بيقول لحميدتي انت قاتل لانه ما فيهم راجل بيقول حميدتي قاتل عشان كده يا شعب يا سودان 30 يونيو القصه ما قصه مليونيه بس ده وطن اما وطننا يرجع اما وطن اتباع ليوم الدين وتاني ما تزعل من وطن ولا تتكلم عن وطن البيجي ان شاء الله يجي شيطان ان شاء الله يجي مستعمر ان شاء الله يجي اليهود يركبوك في وطنك انت ما تزعل تاني لانك انت وقفت اتفرجت زيك وزي اي قحاط
لانه القحاطي ما عنده ما القحاطي ما راجل القحاطي ما تحسبه راجل القحاطي ما تحسبه راجل نهائي القحاطي ما تهم راجل القحاطي ما في جينات رجوله ما في بتلنا من جنس ثالث القحاطي جنس ثالث ما عنده علاقه كلهم حراميه يجوز ريمم كلهم ما عندهم شرف كلهم هدفون ياكلوا يسرقونها ما عندهم حاجه ما عندهم حاجه اكيد اطلع وطنك قبل فوات الاول قبل ما السودان يضيع قبل ما نصبح ماضي قبل ما نصبح زيره والسبب يكون الناس كلها تروح دايرين الوطن وما اي حاجه ولا دايرين انكم تحكموا بس اطلعوا منا غادرونا امشوا منا ما دايرينكم لا تبنونا لا دايرين نبنيكم ابعدوا منا اخطونا كده ولا كده ما دايرينكم ولا تبنوا وطن ابنوا نفسكم انتم ما داري منكم حاجه لو فيكم زول بيبني وطن كنتوا بنيتوا زمانك لكن انتوا دارين اللي ببنيكم انتوا شو اللي بتاع الصعاليق ريما ما مؤهلين ما فيكم زول تام مساي بني ادم حر ما فيكم زول نزيه ما فيكم زول راجل بيتكلم برجاله بتشوفوا العداله بتعملوا نفسكم ما شايفينه بتشوفوا القاتل بتطبلوا ليه وبتقعدوا تكذبوا ودارين تعملوا فيها انكم انتوا وطن وحتى ما دارينكم بالرجاله ما بتحكمونا بالحسنه ما بتحكمونا وطن اتدمر ما بتحكمونا الوطن قام ما بتحكمونا في النهاية لو حصل أي حاجة موت في الشارع بنحملكم المسؤولية انتم لو أي ثوري في الشارع جاته عبوة بتاعت بومبان سايبة عنده والله نحملكم انتم والأيام بيناتنا والله العظيم والله نوصلها أعلى مش أعلى العالم كله يعرف والله والله العظيم نقاضيكم في كل العالم في كل العالم نقاضيكم يا قحاطة باللسن بالاسم يا قحاطة لو اي ترز جاته حاجة ولا اتصاب ولا اتعوق ولا حصل اي حاجة بنزل الناس منعم سليمان لانه هنا اللي بينشروا في الكلام ده الناس منعم بنزل الناس ويدي بنزل الناس ويدي صلح منع بنزل لانه كنتوا لورا الحاجات كلها لانه كنتوا خبيثين رمم لانه كنتوا حتال البشر أنا كنتوا ما عندكم شرف ومنكم أخلاق أنا كنت عندكم أي حاجة تقدموها لنا لأنه كنتوا شوية بتاع الصعاليك ما أكتر ولا أقل ده أنت كذب والواحد يبزل البدلة ما بتنظف قسما بالله العظيم البدلة ما بتنظف قسما بالله جرافيت ما بتعمل للزول غيم قسما بالله ريحكم نتنا ريحاتكم نتنا بيدكم دي ريحكم نتنا لأنكم جواكم وخاء أنتوا فاكرين البدلة بتعمل لها غيمة والله ما تبقوا رجال اليوم الله البدلة ما بتعمل راجل والله ما تبقوا رجال كلكم نهاية ما بتبقوا لأنكم فاقديننا الرجال ذاته ما بتعرفوها هي شنو أنكم منحطين من عماء من دولة لدولة من بلد لبلد تسرقوا في البلد ودارين تحكمونا بالرجالة دارين تحكمونا بالرجالة دارين تحكمونا بالتخوين دارين تعدوا علينا حرب وهمية تجيبوا لنا عدو وهمي هاي تخوفونا منه أمنا الغولة قامت أمنا الغولة جات السحار جانا السحار جانا السحار ما إحنا ما بنخاف من سحار ولا بنخاف من كوز احنا لو بنخاف من الكيزان ما كنا طلعنا شوارع شعب السوداني كان خايف يطلع الشارع عشان كنتوا قسما بالله العظيم ودي حقيقة دي الحقيقة الوحيدة في كل حاجة شعب السوداني صبر على الكيزان 30 سنة لأنه خايف منا كنتوا قسما بالله العظيم الشعب السوداني صبر على الكيزان خايف منا كنتوا لأنه كن عارفكم ما عندكم أخلاق وأسوأ من الكيزان أسوأ منهم لأنه احنا عارفينكم ما الليلة من زمانك عارفينه ناس عطبرة جاهزين والله العظيم ناس عطبرة جاهزين وكل السودان جاهز المرة دي مليونية غير عشان كده القحاطة شغالين هجوم على الصفحات خاصة صفحاتي الصوت ده بيخافوا منه خوف الجن لأن أنا ما بعيد من القحاطة أنا كنت جزء منهم عارف لعيب وعارف حيلهم أنا الحمد لله كنت قحاطي وتوبته الحمد لله والشكر لله انا كنت ما برضى في حمدوك الهبشه ازول البسي حمدوك زي اللي سا ابويا انا كامل بسيون انا كنت كده وبسجل لايفات وشكرا حمدوك لكن لما انا استمر لما لقيت الناس وعوني قالوا لي كده ودوني حقائق اتناقشت معاهم لقيت نفسي انا غلطان في النهايه انا عرفت انه حمدوك ده كيسه فاضي في النهايه انا لقيت نفسي ما تابع لي صور انا تابع لمجموعه بتاع الصعاليك يرسلوا لك في الخاص طب يقول كده قول كده سوي كده يعني بس كده دي الشغلة أطبل بشنو لكن أطبل بشنو أقول شنو ما في حاجة فأنا الحمد لله ربنا هداني بعد ما كنت حاطي كلام والله العظيم أي إنسان داير ينجح
اي انسان داير يتقدم لي قدام، اي انسان داير يحقق لي هدف واحد يحترف بانه كان فاشل. حتى لو انت فشلت هاي فشلت فشلك، وانا قلت القحافه دي ممكن يعبروا بس فشلت. انا يوم من الايام صدقت انه حمد الله ممكن انا حياني فشلت يوم قلت ممكن الرئيسات تحسب لي الغاتبين. انا كنت اخاتي كلام انا حمدوك يطلع يوم وعند الله يفهم موجود هي كلام انا حمدوك يطلع يوم من الصباح المسجد الى البيت الا ما حصل كل الحمدوك عمل حاجة في حياتي انا قحصي اسكت واقول ما اتكلم ولا اوعي الشعب السودان. كنت اوعي الشعب السودان اوريه الحاصل عشان كده هم بيلاحظوا مننا انا ليه انا جزء منه لانه انا عارف انه حتى انا مطلع وتموني صفحاتهم القحطيه وبدو شغالي زي الناس اللي تهموني ديل. انا عندي عليهم حاجات في مسألة ماسنجر حقي بتضرهم ممكن انشرها لكن انا ما بعمل كده لان انا اخلاقي ما كده. لكن انا يوم من الايام كنت بقول شكرا حمدو انا بحترف لكن في النهايه ما لقيت ما في حاجه اقعد اكذب. معناته انا لو كذبت بكون انسان تافه، اكون انسان ما عنده اي قيمه. اكذب اكون انسان امعه زي ناس هشام عباس ما بكون مستفيد. انا حزبي ما مستوى ولا عندي علاقه بالاحزاب. ليه انا ادعم لي ناس تافهه؟ ما بدعمها. عشان كده انا قلت الحق ووريتك. عشان كده انا اللايف بتاعي خميس وشغل ليه؟ والله العظيم لانه عارف اني عارف ادق تفاصيل الرمم. ادق تفاصيل الرمم انا عارف. اجتماعاتكم بتاعت الغرف عارفها. ولا ما دي معانا ناس قاعدين في الغرف عاملين نفسهم صورجية وما قحاطة. اللي ما تطلبوا منهم يرجعوا يكونوا قحاطة. وفعلا ظهروا كم نفر الان تلاحظ كتاباتهم تتغير. عندهم ناس زارعينهم جوا. الناس ما عندهم حاجة عشان يخلوهم يبقوا في السلطة. لو دارت ناقشوا في حاجة ما عنده حاجة عشان يديك ليه انه هو ما عنده. اللي خونه. لو قلت له اديني حاجه انك كنت ناجح ولا ناجح وتقول له اديني حاجتين ولا حاجه واحده ما عنده هيقول لك شنو؟ هيقول لك العلاقات الخارجيه ودي ما عمل حمدو عمل برهان. العلاقات الخارجيه حمدو ما عنده فيها حاجه الا 1% لكن قام بها البرهان. الكلام ده حاصل ده حد دم في يوغندا عملت الاجتماع للبرهان والبرهان هو اللي عمل الاجتماع. حمدو الوقت ده كان مونون كان ده حاصل. عشان كده ما عندهم حاجه يقدموها. لا في قحط قدم لنا حاجه ولا عندهم شيء عملوه ولا بالعكس البلد مسكوها 50 لما جو استلموا السلطه ويدي طلع قال شنو؟ احنا لو ما جينا الدولار كان حصل 100. ده ويدي صالح ما قلته انا وموجود استزيد. الدولار رسي كم عمل 500؟ وين ويدي صالح؟ معناته كذب. ويدي صالح قال الذهب اللي بنصدره ده 17 مليار نشيل منه 11 نشتته والباقي نشتته في الزراعه، لا شتت ملح لا شتت سمسم. معناته ويدي كذاب. الشيء الثاني ويدي مؤتمر جرد الحساب ده المفروض يعمله قبل سنه. مش عمله في كتاب قبل كتاب قال ده كتاب جرد الحساب وحنجي نعمله لكم. ما ايه؟ لانه ما عنده وقت. لانه ما في ايرادات ومصاريفات، لانه قروش بلعت، لانه قروش الشعب السوداني مليارات المليارات اتبلعت. اتبلعت في شنو؟ مصاريفات. نسريات ماشي وين لوين؟ نسريه سياره سياره لويدي سياره لمنو سياره لمنو سياره لمنو سياره لمنو عطاله قاعدين في المزارع مدينهم نم مدينهم حاجات دايرين اكل دايرين شراب دايرين سيارات دايرين دايرين 500 لجنه كل حاسود ما جابوا لنا ولا لجنه وبيصرفوا عليهم. نستفيد شنو نحن من اللجان دي؟ الفائده شنو نحن؟ احنا ما دايرين نعرف الفائده شنو. اول امس ويدي بيتكلم لك على انهم بدوا يفرتقوا فيهم سياسيا. سياسيا شنو؟ انتوا بتشيلوا في القروش دي سياسيا؟ القروش سياسيا يا ويدي؟ القروش دي اقتصاديا. في فرق بين السياسيا والاقتصاديا. داير ويدي يكذب يعمل نفسه انه ما جمع قروش. قال لك احنا الان بنفرتك فيهم شنو؟ سياسيا. وهم بيشيلوا منهم اقتصاديا. بيقاسموا الكوز ما بدخلوا سين. في كوز بأسر يشوف لك كوز زاعوا مؤتمره هنا كان قاعد في السودان بيسافر. بده فرصة يسافر بيقسموا معاهم نص الخمسة ملحسة وكلام فاضي وتجي في النهاية تقول لي والله الوطن الحرامية. الحرامية في كل مكان. السودان مليان فساد.
السودان مشكلته اليوم الدين فساد الأحزاب. الأحزاب دي تربت على فساد, تربت على سهلة. ما بتعرف حاجة اسمها عرقيبين, ما بتعرف حاجة اسمها اشتغل ويكتب. لا لازم عطالة, لازم يدوه, لازم يخدوا له جوه قدومه, لازم يسرق ما بعيشه. عشان كده لجنة ذات التمكين جات عملت القروش حقتها, سرقت نهبت شالت, ما في حسابات لا في إيرادات لا في منصرفات لا في حاجة, في شنو؟ في كذب. الآن لما نزنك, الآن لما خلاص وصل الحد قال لك إحنا بينفرتك في النظام سياسيا. وين سياسيا؟ المؤتمرات الجديد عملتها كلها يا ويدي كلها قروش. وين مشت؟ وين مشت قروشنا؟ جيب لنا المنصرفات اللي انتو صرفتوها وبيكون هداوة. تعال اغنعنا احنا كالضابين, احنا كالضابين, احنا تعال اغنعنا انت اقعد اغنعنا جيب الحسابات قول لنا احنا شلنا. ما في, ما عندكم لا عندكم فاتورة لا عندكم حاجة, كلها عديتوها سرقة وشاورما وحفلات وبدل جديدة. الواحد جاء لابس لي بدلة واحدة واكبر من اول يوم طلعته, بدلة واحدة واكبر منك. اسع الان بدا شك من وين, من وين؟ شفناك لما جيت محمد الفقيه لما مسنود بالترابيزه غلبه من يمشي, الان بقى قدر ده. من وين؟ وين ومين؟ من وين يا ابراهيم سوداني؟ انت دار تطبي لا مش طبي هناك بعيد. انا ما قلت لك اقعد هنا, شوف شغلتك برعي منك برا. الكلام ده من ده ما حقنا احنا, ما حقنا احنا, احنا ما ادري حاجه هذا حقنا. ما ممكن نمشي احنا لما طلعنا ضد الكيزان طلعنا عشان فساد. احنا طلعنا ضد الكيزان طلعنا عشان فساد, معناته انا طلعت ضد الفاسد اجي اخلي لي فاسد هنا؟ ما بخلي. احنا طلعنا ضد الغطغة والدزديس زمان, الان الغطغة امها ذات الغطغة والدزديس. اقعد زي ابراهيم ده عيب عليك تقول لا لا والله ما ليه ده ما وطن. انا اقعد في وطني ما اعرف حاجه عنه, اسرقوا ناس واقعد زيك دلقون, اقعد اجامل زيك دلقون بدون اخلاق. عشان كده السودان ما تقدم. ليه؟ لاننا بنجامل, لاننا قاعدين نجامل وحنجامل اللي بنحبه بنجامله, اللي بيعمل لنا لقطه عجبتنا هنا في بنجامله, الزول اللي بيطلع بين الجو بنجامله. ودارين نبني سودان, نبني سودان بشنو؟ بعدم الفهم. بشنو نبني السودان؟ وين هو بيبني السودان؟ انت بتبني السودان؟ ما بتبني السودان لانك انت ما فاهم حاجه. في حاجه اسمها منصرفات وايرادات, ادونا حساباتنا تعالوا حاسبون. احنا ما دارين نعرف حقنا, انتوا ما قلتوا جبتوا مليارات المليارات وديتوها وين؟ احنا ما دارين نعرفها وين مشت, دارين نعرفها وين مشت. تعالوا اطلعوا في مؤتمر جيبوها, لكن تجي تجيب لي فاتوره والفاتوره قديمه ولا معروفه تاريخها بتين, تقول لي دي حقك؟ لا ما حقنا, ما حقنا وما بنسكت. حقنا كامل, لاننا نحن ما طلعنا عشان ضد كيزان عشان بنكرههم في شخصياتهم ولا عشان اشخاص, لا لا طلعنا عشان فكره انه الكوز ده حرامي سرق بلدنا دارين نرجع بلدنا. هل ان انا طلعت ضد كوز بيخليني ما اطلع ضد ثاني فاسد خلاص الفساد انتهى؟ لا لا, انتوا افسد من الكيزان واحد, انتوا أسوأ من الكيزان, لانكم انتوا جيتوا بشعارات انكم دارين تحزبوا الفساد وطلعتوا فاسدين, معناته انتوا أسوأ منه, لانكم انتوا طلعتوا معانا على اساس ان احنا نجيب البلد ونجيب السودان. ضيعنا السودان, الان الشعب السوداني ما لاقي يشرب شاي صباح, شاي لبن ده انتهى تلجم من خارطه الشعب السوداني. اطفال اتحرموا من اللبن, اللبن ب 150, منو اللي بيجيب لي الرطل كل يوم؟ رطل واحد ب 150 منو اللي بيجيبه؟ منو اللي بيجيب لي الرطل ب 150 شهر و 4 مليون و 500؟ منو اللي بيجيبه؟ معناته الاطفال اتحرموا من الحليب, معناته اسر اتحرمت, معناته ناس فسدت, معناته حراميه انتشرت, معناته سرقات حصلت, معناته كل حاجه. والسبب, السبب نحن, السبب نحن. هسه زول دايرين يقطعوا لي يده من خلاف, السبب نحن, لاننا نحن طلعنا ثوره عشان الشعب يعيش. زول جيعان ما لاقي عيش, ما يسرق ليه يقطع لي يده؟ ما يسرق, ما البلد ما في اكل, يموت يا يموت يا يسرق, يمش وين عشان يعيش؟ يمش وين؟ يا يسرق يا يموت. البلد ما بقت كده, قطعوا لي يده ليه؟ يقطعوا لي من خلاف ليه؟ ياكل من وين؟ ياكل من وين؟ ما هو جيعان. انت الجوع ده ما كافر, الجوع ده ما كافر. لما انت جوع, الجوع كافر, ممكن تعمل اي حاجه فيهم, ممكن تسوي اي حاجه. هذا اكل سرق
نعمل شنو؟ نحسن احنا الحياه المعيشيه للشعب السوداني عشان ما عشان ما تظهر السرقه، عشان تختفي تزعه طويله. لكن تزعه طويله انا السبب فيها، انا ما هم. السبب في الختف انا، السبب في الطعن انا، السبب في السرقه انا، السبب في كل حاجه انا. ما في زول، ما في زول سبب، لان انا دمرت البلد، لان انا خليت المستوى المعيشي مرتفع، خليت اللي بيعيش في السودان اللي يكون حرامي، انا خليت الممكن يحيى في السودان اللي يكون حرامي. ما في زول شرب يحيه. الان السرقه دي شيء طبيعي، يعني السرقه دي ما حي... ما ما, ما نندهش، والانفلات الامني ده حاجه عاديه. ليه؟ لانه الحياه المعيشيه بقت عاليه، الحياه المعيشيه بقت اعلى من دخل الفرد في السودان. ما في زول بيدخل قدر الحاجه اللي بيصرفها. لو جبت زول بيصرف 10 بتلقاه بياكل 10 دي في 3 يوم، بياكل من وين الباقي؟ حرامي. الحرامي ده ما الا زول وسخان ماشي في شارع، في حرامي قاعد في مكتب بكرافتة، في حرامي شغال دكتور، في حرامي شغال مهندس، في حرامي شغال عسكري، في حرامي شغال ضابط. الحرامي انواع واشكال. احنا نجيب الحرامي الصغير الممكن حقنا حد مقطع اليد من خلاف الحرامي الكبار من حيدي برهان كباشي والاسويدي واللصوص دي، ليه ما نقطع لهم يدين؟ ليه ما نقطع لهم؟ ما ده السبب بتاع الفقر اللي احنا فيه ده، السبب المشكله ذات اللي خلت الزول ده يسرق، ده السبب اللي خلوا بني ادم اللسع ده يسرق ويهاب وتزعه طويله وتزعه قصيره. السبب منو؟ السبب ده. بس احنا فالحين في الناس المساكين اللي بندوسهم برجولنا اللي ما بنشوفهم بنامين، نقول هاي ديل هاي ديل كده، من حقه نسرق والموت يزيد والكتل، لانه البلد كده، لانه حمدو ضيع البلد، لانه عمل مستوى دخل الفرد كم؟ نص مليار. مفروض الشعب السوداني يكون اقل زول بيصرف نص مليار راتب حتى يقدر يعيش 30 يوم، يعيش حياه كريمه، لانه كيلو اللحم حصل 3.5، رطل اللبن 150، طبق البيت 2,800,000 ولا كم، البيضه بحساب 80 بيضه واحده، بيضه ب 80، الطعميه طعميتين سندويتش ب 250. الفقير اللي كان بياكل طعميتين الان ما لاقي ياكل، ما لاقي ياكل طعميه. العدس اللي كان بيقول كيلو الان كيلو العدس كيلو العدس التفقير اللي عم بيعمل عدس عم بيعمل انت هذا ناسي، انت هذا ما انها وزع طويل من وين اموش انا تاكل عشان كده بسرق، عشان كده سرقة زادت، الموز زاد، بيع الاخلاق زاد، بيع الشرف زاد، الاختفاء زاد، كل حاجة زادت، ودي نتيجة طبيعية للغلاء الفحش الحاصل في السودان، ما حاجة مستغربة. واحنا نمسكنه نمسك لنا واحد قابضنه طلع عشان ياكل ويسرق، ياكل بشنو؟ من وين ياكل؟ ياكل ما خلص. انت سهل لهم الحياه المعيشيه وتعال حاسبهم. وفر لهم الاسعار، رخص لهم وتعال حاسبهم. لكن ما ممكن الناس ما تعيش الا الحراميه في السودان. الا الحراميه. الحراميه الان ما في زول عايش براتبه، اتحداك. امشي لاي زول اجعل زول بيصرف 35,000. 35,000 دي تعال ضربها لك في شهر بتكمل 15 يوم. بياكل من وين الباقي؟ ما حرامي، لكن حرامي والناس، لكن حرامي ببدلة. دكتور بيصرف له 6,000، مواصلات ساي بيكملها، من وين بياكل؟ بياكل من وين باقي الشهر؟ ما حرامي، لكن حرامي والناس. ما بيتحاسب ولا بيقطعوا يده لانه دوا الناس. تعال بتعسكر بتاع الشرطه 6,000 ولا 3,000. مين ما في زول بياكل حلال في السودان؟ ما في. قسما بالله العظيم الا حوي. يا حوي يا حرام. حوي يا حرام. الحوي انتهى الزمان مات والله حوي معناه تاكله حرام. معناه تاكله حرام. انا ما في ركوب في السودان. مباكر دول ربوا كم؟ 250 مليون. عملوا كم؟ عملوا نص مليار. ليه؟ لانه ما بكفي. ما بكفي ده مبارك اردول. مبارك اردول ده شنو؟ مدير شركة المعادن السودانية. الراتب حقه كم؟ نص مليار. والراتب اللي معاه 350 مليون. حتى يقدروا يوفروا. أنا بجي أزعل لك هنا معلم في الدرجة الثانية ولا الثالثة، راتبك كم؟ 35,000. 35,000. خليك مماجر، بتاكل شنو أنت؟ بتاكل شنو؟
لازمك ما بتاكل من وين معناته حرام. هل امسك اغلبيه الناس رواتبها بين 10 و5 كلهم حرام، لكن احنا ما بنتكلم هاي بياكل من وين الله فيه. احنا ما عارفين الله فيه وعارفين الله كريم، لكن ربنا ما بنزل قروش كيف وزع، ما بوزع قروش. لازم عندك محل تاكل منه وين؟ في زول بيديك لا الله ساي، ما في زول بيديك ساي، معناته سرقه. معناته السرقه موجوده من صغر موظف لاعلى موظف في السودان. معناته الفساد موجود وليه الان الفساد بقى مهنه وحرفه عادي. معناته ما في زول ياكل براتبه بكفيلين مواطن سوداني في بيته في راتب لو نطقته. الايجار بقى ب 180 80 و100 مليون، الايجار الشقه لو داير شقه ب 80 و170 و60 وقال لك شقه ب 60، من وين انت بتصرف 30؟ ما انت شنو شيطان؟ انت شنو بتجيب من وين؟ انت ما تجي تحاسب لي ناس في الشوارع تزعه طويله، كلنا احنا تزعه طويله. كلنا موظفين على دكاتره على مهندسين، كل السودان عباره عن تزعه طويله. كل السودان دار تحاسب، حاسب السودان كله. ما تقعد تكذب، تعال ورقه وقلم ونحاسب. اي موظف جيب ورقه وقلم ونحاسبه. لقاكم بتكملوا بتاكلوا، قسم بالله ما في زورات بعد الخمس يوم. قسم بالله العظيم في الحياه لسه شايفينها، والله في ناس اسبوع ما يقضيون الراتب. من وين ثاني بياكل؟ ما ياكل كلها تزعة طويله. في فرق بين طويله لزول وتزعة، كلنا مشتركين كلنا في الهوا سوا. لو الناس زايره حساب تحسب زول السبب اللي خلى البلد منه حمده. زول داير الحساب ودار انه يتحسب حمدوك. انا ما بحاسب تزعة طويله، بحاسب حمدوك لانه جاب تزعة طويله. لو البلد كانت رخصت من ال 50 اللي خلوا لنا الكيزان الدولار ب 50، لو كانوا خلوا الكيزان واحنا رخصنا زياده اللي كان عاش يسوى امان. ما في زول حرام حيكون بلد فيها في نعيم، لكن جوعونا وزادوا وعملوا وسووا وبدون ما يدرسوا الحد الادنى من الاجور كم. بس ادوس ارفع الدعم، ارفع الدعم، ما عارفين ده بيصرف كم. ما عارفين في موظف بتاع بلديه بيصرف للان 3000، موظف اللي بيشيلوا النفايات من الشوارع الله يكرم السامعين بيصرفوا 3000. ده ياكل بها شنو؟ كيلو اللحمه ب 3.5، كيلو العدس ب 800، رطل السكر ب 400، ده ياكل شنو؟ ده يتم مع شنو؟ مويه ما بتتم. ده ما هسه ده بياكل من وين؟ ما احنا نجي نزال ونقول انت بتاكل من وين؟ ما نزال ومن وين؟ ما انا ما ممكن اقول الله بيفتحها، احنا عارفين الله بيفتحها، لكن الله عرفوه بالعقل ما شافوه بالعين. لكن من وين بتتموها؟ دكاتره الواحد راتبه ما فايت لي 10000 وبيمشي كل يوم مستشفى وراجع، معناته بيسرق صيدلي، بيسرق صح، بيسرق ضابط، بيسرق بتاع شرطه، بيسرق بتاع جيش، بتاع جيش عقيد، عقيد بتاع جيش شغال في ترحال، شغال في ترحال واقف قال راتب ما بيضيع، دوب في الشارع وقال حتى استخدم لص قال ما بكفي راتب، ما في راتب بيكفي له زول في السودان اللي يكون حرامي، ما في راتب بيكفي. معناته السودان عباره عن عصابه تزعه طويله، كل السودان عباره عن تزعه طويله، عشان احنا ما نقعد نقول تزعه طويله، احنا كلها تزعه طويله. لما تجي تورينا انك انت بتصرف كم وبتاكل كم، احنا بنوريك تزعه طويله ولا لا. عشان كده يا شعبي يا سودان، السودان بخيرات محتاجين زول نزيه شريف، لا عنده اجنده خارجيه لا تابع لمنظمه، انسان عنده فكر وعنده وطنيه، انسان بحب الوطن، انسان نزيه. والله السودان ده ما نحتاج لزول في العالم، خيراتنا ما بتديك الدرب، بس محتاجين وطن يعمل سياسات. احنا سياساتنا اللي اتعملت مال الوطن للناس البرة، لانه حمدوك جزء من الامم المتحدة، قام سووا لهم سياسات للنقد الدولي اللي كان بيدور عليها له 40 سنة. النقد الدولي يفتش للحاجة دي ما لقاها الا في عهد العميل حمدوك، اللي هي سياسات الفيران، سياسات التجويع والتركيع اللي طبقت فينا دي، عشان ما نرفع راسنا، عشان نقول حاضر نعم، عشان ما نقول لا نهاية، امشوا به هنا حاضر، يجيكم ده حاضر، نعم نعم. عشان كده حمدوك المفروض يتحاسب. المفروض نجيب لنا سوداني حر، احنا ما طالبين اجانا ولا يجي، سوداني حر من الشعب السوداني. ما بنتمي لاي حزب، ولا يوم من الايام انتمى لكيزان ولا اشتغل مع كيزان، ولا اشتغل مع احزاب ولا بعرف الاحزاب. والسودان مولود. موجود فيه ناس كثير. نجيبه ونمسكه السودان. الناس جبناهم لهم العقوبات اللي كانت على السودان، المفروض احنا نشتري حقتها
صح؟ مفروض احنا بعد ما رفعوا العقوبات الاقتصادية نعم بان احنا اسرع حياتنا المشيئة، لكن استفاد منا حميد، استفاد منا برهان، استفاد منا خالد السلي، استفاد منا انا مطلوبة للعدالة، استفادت منا حميد مطلوب للعدالة، امروه انه يعمل كده سوي كده، خلاص استفاد منا. حتى الارهاب ما يقول لي ارهاب، لكن الارهاب في الوطن موجود، موجود الان الارهاب موجود، لكن شنو؟ متاجر الحاجة. لو جينا زول نزيه لا عنده غيود على مجتمع دولي، لا مطلوب من المجتمع الدولي، لا اكل من المجتمع الدولي، لا باع للمجتمع الدولي، السودان حيمش. لكن الناس اللي جبناهم كلهم قابضين الحركات المسلحه 30 ولا 35 سنه بيعلففون المجتمع الدولي، الان بيسددوا، الان بيسددوا القروش، بيسدد من وين؟ بيسددوها غرارات، بيسددوها من ارضك ومن عرضك ومن بيتك ومن نهلك ومن كل حاجه. 30 سنه بيصرف عليك مجتمع دولي، من وين بتدي؟ بتصرف عليك محاور تعلي فيك هاك مليون يا مناوي، هاك مليون يا جيل، هاك 3 مليون يا الحاج، هاك مش وزع وانت تاكل السداد الان، السداد من منو؟ منك انت، من ثورتك العظيمه، ثورتك عشان تبني بلد باعوها حاجات، حاجات هم ماضيين عليها زماني، اكلوها ما قاعده اكلوها زمان. عشان كده ضغطنا فعلا بيمنوا بالناس اللي مطلوبين من برا، ناس دايره تسدد ديون على ديون، احنا محتاجين ناس مع ديون، محتاجين ناس نزيهه، ناس شريفه، ناس ما عليها اي حاجه، السودان ده بيبقى جنه. والله يبقى جنه، ما عندنا حاجه ناقصه. ما شاء الله مويه حزبه. تشرب بس تشيل وتشرب، لا في تحليه تشرب. ارض 200 مليون فدان، ازرع وكل. تزرع طماطم 40 يوم تقوم لك تاكل طماطم تقطع تاكل. زراعة مطرية فيه، زراعة بالنيل فيه، زراعة صناعية فيه، كل أنواع الزراعة فيه. أي حاجة نحن دايرين ربنا دانا لعيلة الوطنية. الوطنية دي أصله ما تزال منا سوداني، لأننا نحن فاقديننا. لأننا نحن عايشين بقلبنا وبعواطفنا وبحبنا. ما عندنا حاجة اسمها وطن بنقدم الريدة. أي والله بس جابوا لك زول زي البزة بتاعت الطفل. حمدوك وحمدوك أنت ولا بتعرف. ولا عارف حاجه بس كيتن ما في دوله بني كيتن، ما في دوله بني كيتن ولا في دوله بني كيتن، الدوله بني بالسياسات بالحج العمل، قدم شنو الحمد لله؟ ما قدم حاجه مع السلامه يجيب غير السلامه مليان، لكن انا اقعد في زي طفل في بيزا الحمد لله بس كده ضعف، احنا ما دارينا من دوله، احنا دم ابو ام دوله، ما عندنا دوله بنبنيها كده، احنا لو ما شلنا العاطفه دي رمينا فكنا بنقول بشيء واعي البلد ما بتتبني، لان احنا ما جبنا دول، احنا ما طلعنا عشان شخص، احنا طلعنا عشان نبني بلد. اي زول ممكن يبني السودان الا الانسان البايع، الا الانسان البايع، الا الانسان اللي ما عنده حاجه يقدمه، ده اللي ما بيبني. لكن احنا اي زول سوداني ثاني بيبني السودان. السودان ما داير لحاجه، شويه بتاع السياسات شويه حاجات بسيطه كده بس، قوانين كده كده بيمشي. لكن الان الناس اجوا كلهم بايعين لهم 30 سنه، والان جات الفاتوره حقت السداد، فكل زول جاي يسدد. الاحزاب قابضه من زمانك وواعده من زمانك وبتسدد الان. العسكر بايع من زمانك وسدد الان، حمدوك بايع من 87. من 87 لما طلع من السودان لا طلع في عهد الكيزان، لا شالوا كيزان، عشان ما يلفقوا فيك ويقول لك والله حمدوك طلعوا الكيزان، ده كله طلص وكذب. حمدوك طلع 1987 ولا كان في كيزان. طلع على نفقه الحكومه بتاعت الصادق المهدي. طلع عشان يدرس برا. لا طلع زمن كيزان ولا طلع شالوه كيزان من وظيفه، ده كله طلص عشان يغشوك به ياخدوك به. حمدوك ما عنده علاقه باي حاجه، حمدوك عباره عن كوم بتاع عماله. انسان عميل ما اكثر ولا اقل ولا عنده صفه بتاعت وطنيه بتنطبق فيه. انسان فاضي، مخه فاضي. سنعبر سننتصر، سنعبر ننتصر، الاخير شنو؟ البلد ماشيه لحرب اهليه، معناته اعتراف ضمني بانه فشل. ده ما اعتراف انه فاشل، خلاص مفروض هنا فاشل، لانه كل خطاباته سنعبر وفي نور في اخر النفق، سنعبر اخر خطاب فيه سنعبر ما في، فيه شنو؟ فيه ماشيين على حرب اهليه. ماشيين على دمار، ماشيين انه السودان يا يكون يا ما يكون، وصلنا دي منه برانا؟ سلمناك لا كده نحن؟ لا. وصلتنا لا انت براك. بسياساتك، بعمالتك، بنتانتك، بغزارتك ما وصلنا. لما نحن اديناك لا، اديناك لا بلد.
طلعناه من الكيزان دولار ب50، العشتين بألف، رطل السكر ب25. العمل الكلام ده منه؟ فلول؟ ما فلول، ده انت، ده انت بعمالتك ووساختك ونتانتك، ما في زول انت. اي زول بيقول كده ده انسان، ما في زول عملتها بيدك. دي كلها نتيجة لسياسات غلط. الان الوضع الفيه نحن ما عمالة ولا دولة عميقة ولا في ناس بحاربوا فيك، دي سياساتك انت بيدك، شلت قلب وعملتها، مضيتها بيدك، عملتها انت براك بنفسك. وجاي الان تتبكى السودان حيمشي لحرب اهلية، والسودان والمشاكل بين الجيش، الجيش بيطلع بيقول ما في مشاكل، حميدتي بيقول احنا والجيش سمنا العسل، حمدوك بيطلع بيقول بيناتهم مشاكل، لمصلحة منه؟ ما احنا نحن واحد يقول والله عظيم البلد ماشي، والبلد ما حتمش، والبلد منتهية، والبلد ما فيها حاجة. 30 يونيو صورتك في الشارع، وطنك في الشارع، القصة ما صورة، صورة ديك انتهت، ولا القصة بتاعت حكومة قحاطة، القصة وطن بيضيع، حتفقد وطنك، حتفقد هويتك، حتفقد أي حاجة. والكلام ده ما بتعرفه واسع، لما تبقى لاجي وتمشي مصر، لما يبقوك لاجي وتمشي برا بتعرف ضرب الله واحد وتقول يا ريتني، لما تكون انسان لاجي وتقوم لك الحرب بتعرف ضرب الله واحد. عشان كده ما تقعد تتفرج، لو فاكر انه ده ما بيجيك بيصلك، والموت بيصلك، واي حاجه بتصلك. عشان كده اطلع وخلاص، الله يرحم الوطن. عشان كده كلك يوم 30 يونيو الشارع، مليونيه لا مركزية، لا متجمعين في جاكسون، لا متجمعين في جنة الاحمر، كل ناس يطلعوا من مكانه زي زمانك، الدروشاب بيجوا من هناك يجمعوا الناس، السامراء، ناس الحلفاية، ناس شمبات، وانت ماشي، ناس من هناك يصورات ماشي، لا كثير يصنعني نمشي عند جاكسون، اي زول بيقول جاكسون دق حاضر، اي زول بيقول احنا حنجي في جاكسون وطالبنا في جاكسون دق حاضر، مليونية لا مركزية، كنا الحال خرطوا. الوجهة الأخيرة ما بتدعي علينا بس إلا بعدين، يا وطننا نجيبه يا علينا وعلى أعداءنا، قبل ما يفوت الأوان، وقبل ما نصبح ماضي، وقبل ما نتحسر، ونقول يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. 30 يونيو يا نكون يا ما نكون، لكن ما حقتنا نحن، لأنه حمدوك اللي وصلنا هنا، حمدوك اللي وصلنا أبو بلد، حمدوك جاب لنا السلام بدون وعي وبدون فهم. أنا ما رتبت بلدي وما رتبت الداخل، بجيب لي جيوش بخطها، والبلد أساسا مولع. انا بعد ما انتهي من حاجه اسمها جنجويد ممكن اجيب السلام، بعد ما انتهي من حاجه اسمها عماله اجيب السلام، لكن انا اللي انتهيت من جنجويد، جبت كل الجيوش ولا رتبتها، ولا عندي قروش عشان ارتب، ولا عندي مقاومه السلام، ولا عندي حاجه عشان اعمل سلام. الان اجيب واعمله اخنك فطس؟ لا لا، اجيب لي ناس عشان هو لانه هو خايف، عشان كده جاب الحركات المسلحه، لانه ناس، والحركات المسلحه دي ناس حمدوك، جماعه حمدوك، لانه كان معاون زمانك مع الناس ياسر عرمان في الحركة الشعبية، عشان كده جابون عشان يحتمي بيهم من منو؟ من الجيش ومن الجنجوي. ده حمدوك، ده الفهم حق حمدوك، عشان كده استعدل الجيوش دي وجابها، خدتها في الخرطوم، ما جابها ساي، وجاي يقول لك احنا ماشيين على حرب أهلية. احنا عملناها حرب أهلية؟ ما عملناها، احنا عملتها انت وتتحملها انت. عشان كده يوم 30 داير وطنك يضيع اقعد في بيتك، داير تصبح ماضي اقعد في بيتك، ما تجي تقول يا ريت والوطن وتقعد تتوحوح، ده وطن بيضيع. قصة دا حق منو؟ دا كلنا واحد، أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا ابن عمي على الغريب. كلام ده واضح لكل سوداني، كلام ده تفهم. خلينا من الخلافات الجانبية، وخلينا من صفحاتك وصفحاتك، كلنا طالع وطننا. 30 يوم يا جبنا وطن، لكن نرجع لورا ما داير، حيجيب الانسان النزيه اللي بنسخ فيه من الشعب السوداني. حمدوك يمشتين باقي قعدته في اثيوبيا، العمله بتاعين السفارات دي اللي يمشوا يخشوا سفاره يمكن يدون شغله، لكن نقعد نتفرج ونعاين كاننا دمرنا وطننا بيدنا، كاننا دمرنا وطننا بيدنا. اتفرج في سوريا، اتفرج في اليمن، اتفرج في ليبيا، اتفرج فيهم الان اللي بيحصل فيهم شنو؟ امم متحده دايره تجيب لك امن وامان، ليه دي ما جابتهم اليوم؟ ليه ما جابت لنا الامن والامان؟ ما في امم متحده بتجيب لك حاجه، ولا لو فتحوا لك كلها مكاتب امم متحده غير الحرب والدمار والموت ما عندك حاجه. ما تحشم يبنوا لك بلدك وعمارات والامم المتحده، كذب. امم متحده تجيك في دوله معناتها الحرب الاهليه. مكاتب الامم المتحده تنتشر لك 16 مكتب معناتها ده الموت والدمار.
لو بيعملوا حاجة للإنسانية وبتهمهم الإنسانية شوف اليمن الطفل بقى بطنه تلصقت معاه ظهره. شوف ليبيا الموتى الدمار اللي فيها، وين الأمم المتحدة؟ وين الأمم المتحدة؟ عملت لهم شنو؟ رواندا دي الأمم المتحدة سوت لها شنو؟ ما في زول سوى لهم حاجة براهم. الشعوب بتوعى براها بتعمل بلدها، لكن أي بني آدم متغطي بأمم متحدة ده عريان. ده عريان. أي ما في أمم متحدة بتعمل لك حاجة ولا حتنميك ليوم الله عشان ما يغشوك ناس منعم سليمان العميل. عشان ما تتغشى. عشان ما تتغشى. ناس منعم سليمان ديل أبطال. ما بيشتغلوا زي الرجال ديل بياكلوا من عرق الرجال. عشان كده يوم 30 وطنك في الشارع. والتحية لكم كلكم والله الله بعد ما تهكر لك رجعتكم. وخليتونا أقول الكلام أمس تهكر حتى بعد ما انتهيت هكر صفحة. لكن التحية لكم والله العظيم والاحترام لكم ما قصرتوا. الله يفعل عبر. الله يفحق عبر والسودان لا سمع عبر بحمد الله. الله يفعبر لأنه قاعدين يشيروا لي سودانيين خلص. لأنهم سودانيين دايرين الوجع كاسيهم جوا بتألموا. عشان كده شيء عشان كده عبرنا اللايف ووضعنا بهنا وخدنا اللايف كمان في غصبا عن أي قحاطني قصبا عن أي قحاطي ما عنده أخلاق قصبا عن أي دجاجة لحمده قصبا عن أي نتين هدول اللايف انتهى للنهاية ولما ودحت الناس واللايف قاعد في الصفحة عشان كده القحاطي ما عنده حاجة غير يهكل اللايف يقعد ما خليك تتكلم يقعد لأنه لو بيقنع بمنطق ما عنده منطق ما عنده حاجة عمله لو عنده حاجة عمله والله قرر بضان والله العظيم كم عنده حاجة بس هكر عشان الصوت ده انت ما تسمع انت الكلام ده عارفه واي حاجة كلامي ده عارفه لكن احنا بنذكر عشان نعرف وبكرة السبت حديقة الغرشي الناس كلها يوم مفتوح أسر الشهداء بكرة أسر الشهداء في حديقة الغرشي يوم مفتوح بكرة الاجتماع ده غير خلاف الاجتماعات الفاتت كلها الاجتماع بكرة بتاع أسر الشهداء ده خلاف الاجتماعات كلها عشان كده بكرة تعال هناك حديقة الغرشي الله يديكم العافية يدي الوطن العافية سلام عليكم